طيب، السلام عليكم. معلش اتأخرت عليكم. نبدأ المحاضرة. طيب، النهاردة إن شاء الله دي تبقى آخر محاضرة لينا، نتكلم فيها على الـ على السي دي ار اركتكتشرز المختلفة بقى. يعني إحنا من المحاضرتين الثلاثة اللي فاتوا قعدنا نتكلم على نوعين، ركزنا على نوعين، ركزنا على اللي هو الـ PLL based architectures اللي هي دايما بيبقى فيه في اللوب عندك VCO، وعملنا اناليسيس لللوب وشفنا ازاي نعرف نديزاين فور ا جيفن جيتر تولرنس او ايه او جيتر ترانسفير سبيك على حسب بقى نوع الايه نوع الفيز ديتكتور اللي في اللوب، صح؟ وقلنا على صنفنا ساعتها اللوب، قلنا لو يعني اول نوع اللي هو البي سي او او البي ال ال بيز ده اتفقنا ان هو هيبقى لينير ونون لينير، وقلنا ايه اتكلمنا على الفروق بينهم. يعني خلاص، في المحاضره دي هنحاول نتكلم على بقيت بقى ايه الجنرال اركتكتشرز شويه، وهنحاول بعض الاركتكتشرز نتكلم على ايه سبيسيفيك امبلمنتيشنز ليها، يعني على حسب طبعا الوقت المتاح. يعني طيب، فلو تفتكروا كنا اول ما بدانا خالص الاركتكتشرز اتكلمنا ان في اركتكتشرز بتبقى عندك الريفرنس وفي ما عندكش الريفرنس، صح؟ فاول يعني الاول بس الديفرنت اركتكتشرز دي تلاقوها متلخصه في بيبرز، في بيبر يعني ظريفه ريفيو بيبر كانت مشهوره في السيركت سيستمز ماجازين سنه 2008، بتشرح ايه يعني بتتكلم ان جنرال على الديفرنت اركتكتشر، مش بتخش بقى في تفاصيل الامبلمنتيشن يعني. فاول اركتكتشر شبه اللي احنا كنا بنتكلم عليهم اللي هو الريفرنس بي ال ال بيز، يعني هو برضه بي ال ال بيز بس الفرق ان مفيش ريفرنس فريكونسي. خلاص، طيب الريفرنس فريكونسي دي دخلت معانا ازاي في اللي كنا بنتكلم عليه المحاضرات اللي فاتت؟ لو تفتكروا مثلا قبل ما كنا بنيجي نعمل اناليسز لللوب كنا بنفترض ايه؟ كنا بنقول تعالوا نفترض ان اللوب از فريكونسي لوكت، ونبدا نشوف بقى ايه لما يحصل فيز ستيب هيجرى لها ايه، مش كده؟ فكنا دايما بنفترض لو تفتكروا في الاناليسز في المحاضرات اللي فاتت ان الفري راننج فريكونسي بتاعت الفي سي او هي مين؟ نفس الديتا ريت فريكونسي اللي جايه. فبنفترض ان في فريكونسي لوك، طب مين اللي هيعمل الفريكونسي لوك ده؟ زي ما هنتكلم دلوقتي انت بتبقى اسيوم ان عندك ريفرنس، والريفرنس ده انت بتستعمله ان هو يلوك الايه البي سي او على الديتا ريت اللي انت عايز تشتغل عندها، وبعد كده بقى ايه بتخلي اللوب تلوك على الديتا اللي جايه لها. بس مش كل الاركتكتشرز فيها ريفرنس، في اركتكتشرز بتبقى ريفرنس، وطبعا اكيد دي ليها يعني ميزه، طبعا هي اكيد ليها مزايا وعيوب يعني. تمام، الميزه ان انت كده مش شرط يبقى عندك فيري بريسايز ريفرنس على البورد بتاعتك، خلاص. وبالتالي انت ممكن تتراك اي ايه اي فريكونسي جايه لك، مش كده؟ فدي من مزاياها ان انت هتضطر تبني فيها زي ما انتم شايفين هنا تو لوبس، خلاص. واحده منهم هي الفيس تراكنج لوب اللي كنا مين بنتكلم عليها قبل كده، واللوب ثانيه نتيجه ان مفيش ريفرنس يلوك البي سي او هي فريكونسي لوك لوب اللي بنسميها الاف ال ال، فريكونسي لوك لوب زي الفيز لوك لوب بي ال ال، في حاجه اسمها اف ال ال اللي هي ايه فريكونسي لوك لوب، او هنا اسمها ايه مسمينها فريكونسي تراكنج لوب. طب ايه الفرق بين الاف ال ال والبي ال ال؟ ان واحده البي ال ال انت بتحاول تتراك ان الفيز ايرور يبقى بصفر، مش كده؟ الفريكونسي لوك لوب عايز تعمل ايه؟ عايز تراك ان الفريكونسي ايرور هو اللي ايه؟ بصفر، تمام؟ طيب ف الى حد ما برضه لو يعني نفس ال يعني بيبقى فيه لو انتوا تفتكروا في البي ال ال اللي انتوا درستوها اللي هي التايب 2 بي ال ال بتستعمل على طول فيز ديتكتور نوع ايه؟ بي اف دي، صح؟ اللي هو ايه؟ فيز فريكونسي ديتكتور عشان تعمل الوظيفتين مره واحده. بس طبعا برضو بيبقى ليها ليميتد فريكونسي تراكنج رينج، فممكن تحتاج برضو في نفس الوقت ساعات لوب ثانيه عشان تعمل الايه الفريكونسي تراكنج يعني. ففي المثال اللي احنا شايفينه ده هو مدخل الداتا انبوت خلاص على بلوك اسمه ايه فريكونسي ديتكتور. خلاص هنتكلم شويه بتفصيل على الفريكونسي ديتكتور ان شاء الله المحاضره دي. طب الفريكونسي ديتكتور ده شبه الفيز ديتكتور بس وظيفته ان هو ايه you compare two frequencies، بس again نفس المشكلة عندي هنا إن أنا بcompare two frequencies واحدة منهم random signal وواحدة منهم إيه
كلوك. نفس الايه المشكله اللي كانت عندنا لما جينا ديزاين الفيز ديتكتور، لما قلنا ان هو مش بالظبط زي بتاع الايه زي بتاع البيرل. فهنا هيخش له مين بقى؟ هيخش له الاوتبوت بتاع البي تي او اللي هو ريكفر كلوك، هيخش له الداتا انبوت وهيطلع اوتبوت بروبورشنال للدلتا فريكوينسي. طب الاوتبوت ده هيروح يدرايف مين؟ التشارج بامب. التشارج بامب دي هتعمل ايه؟ برضه هتقعد تسرع او تبطئ مين؟ الفي سي او. خلاص، بس قبل طبعا ما تروح تسرع الفي سي او، تخش الاول على ايه؟ على لوب فلتر. فهي دي كانها لوب عاديه جدا، بس الفرق دلوقتي انها بتراك الايه؟ الفريكوينسي اوف بدل الفيز اوف. طيب وانس اللوب دي لوكت، خلاص ايه اللي هيحصل؟ انت خلاص الفي سي او دلوقتي، فكر كده ان الكنترول فولتج تمام الافريج فاليو بتاعتها خلاص بتراك الايه الفريكوينسي بتاعت الداتا. مين اللي هيبدا انجيج بقى اللوب الثانيه بعدها اللي هي ايه؟ الفيز تراكنج لوب. تبدا هي تكومبير الفيز بتاع الانبوت راندوم داتا مع الفيز بتاع ريكفر كلوك، وهي اللي درايف نفس الايه نفس الفي سي او. ففي الاركتكتشر اللي احنا شايفينها هنا الاثنين بيتحكموا في ايه؟ في نفس الفي سي او خلاص، والاثنين داخلين على نفس الايه؟ نفس اللوب فلتر. خلاص، فواضح ان دي برضه هتبقى ليها ميزه وعيب، ان هو الاثنين بيتحكموا في نفس الفي سي او. فبنسمي الموضوع ده ايه؟ بنسمي الموضوع ده ايدد اكوزيشن، يعني عشان في عندك تو لوب بيساعدوا بعض، واحده منهم اللي هي الفريكونسي لوب، والثانيه اللي هي الايه؟ والثانيه اللي هي الفيز لوب. خلاص، مش شرط الاثنين يبقوا شغالين اكتفلي في نفس الوقت. بمعنى ايه؟ ممكن انت تباور اب الفريكوينسي لوب تشتغل خلاص، وبعد ما تلوك ساعات بعض الامبلمنتيشنز بيبقى فيه لوك ديتكتور، واللوك ديتكتور يفهم الفيز لوب انها تبدا ايه انها تشتغل، عشان ما يحصلش يعني ايه انتر اكشن او بولينج ما بين التو لوبس. خلاص، في بعض الديزاينز ممكن تلاقيه خلاص بيطفي بعد كده الايه الفريكوينسي لوك لوب، او ممكن يسيبها، بس ساعتها لازم تتاكد ان ما يحصلش ايه انترفيرنج ما بين التو لوبس وبعض. يعني مثلا تخيل انت ان خلاص الفريكوينسي لوب لوكت على الفريكوينسي، وبدات الفيز لوك لوب الفيز تراكنج لوب لوك على الداتا. طب افرض جالك لونج سي اي ديز مثلا، تمام، يعني بيتس كتيره فيها صفار وحايد، مش ممكن الفريكوينسي لوب دي يحصل لها ايه؟ ممكن تبدا تتلخبط، صح؟ فعشان كده تريكي ان انت لو هتسيبها شغاله على طول لازم تتاكد ان اللونج سي اي ديز دي مش هتعمل ايه؟ مش هتاثر عليها، تمام، عشان ايه ما تبوظش الفيز لوكينج بعد ما هو ايه كان اوريدي فريكوينسي لوك، صح؟ تمام. طيب فالحته دي بتبقى يعني كريتيكال في الديزاين، اللي هو امتى تسويتش من الفريكوينسي لوب للفيز لوب. خلاص، المشكله بقى طبعا ايه؟ الديزاين تريد اوف اللوب بانوث. انت بتبقى عايز تكبر البانوث واحد من اللوبس، وعايز تصغر الايه البانوث في ايه في اللوب الثانيه. فالمشكله دلوقتي ان الاثنين بيستعملوا نفس الفي سي او، والاثنين بيستعملوا ايه والاثنين بيستعملوا نفس اللوب فلتر. خلاص، في الطريقه اللي احنا رسمينها، فما عندكش انف تريد اوف او انف بارامترز عشان تعرف تحل المشكله بتاعت الايه التريد اوف دي. فهنشوف هنقسمهم ازاي بقى في الايه في الستيب اللي بعدها، يعني انذر امبلمنتيشن مختلف شويه عندك. تمام. طيب طبعا الـ عاده انهي لوب اللي عايزها سريعه وانهي لوب اللي عايزها بطيئه؟ هي انهي لوب المفروض الفري يعني انهي لوب اللي تتغير ببطء، وانهي لوب اللي انت عايزها تتراك الفاست تشينجز؟ لو انت عايز تحسن الجيتر ترانسفير خلاص، يبقى انت عايز تعمل ايه في البانوث بتاعت اللوب بتاعتك؟ عايز تعلي البانوث بتاع الفيز لوب، صح؟ عشان تعرف تتراك الايه تتراك التغيرات السريعه في الايه في الانكومينج داتا، صح؟ فالطبيعي ان انت تبقى عايز الفيز تراكنج لوب البانوث بتاعها يبقى ايه يبقى كبير، والعكس بالنسبه لمين؟ للفريكوينسي لوب. ليه؟ هي الفريكوينسي لوب وانت بتلوك، ايه اللي ممكن يغير الفريكوينسي دي؟ ممكن يبقى دريفت نتيجه التمبريتشر مثلا، يعني ممكن يبقى الفي سي او الفري رانينج فريكوينسي بتاعته، سواء الفي سي او بتاعك انت او الفي سي او بتاع الترانسميتر، بيتغير نتيجه تغير مثلا درجه الحراره. فدايما التغيرات دي هتبقى ايه؟ معظم الاحيان تغيرات بطيئه قوي، فمعظم تغيرات الفريكوينسي هتبقى ايه؟
هتبقى بطيئه، فانت عايز الفريكوانسي لوب دي تبقى فعلا ايه بطيئه جدا. وعشان برضو ايه اللي يحصل لما يجي لك لونج سي اي ديز ما تتاثرش بيها، صح؟ انت عايز لما يجي لك فيري لونج سي اي ديز اللوب دي تبقى بطيئه جدا، ما يحصلش ايه انها تتحرك وتروح تغير الايه الفريكوانسي، تمام؟ فده الديفولت ان انت الايدد اكوزيشن ده انت هنا ما عندكش كنترول على الفلتر باندويث، بس على الاقل عندك كنترول على الستيب، صح؟ يعني عندك كنترول انت يعني ايه الشارج بامب دي الستيب بتاعتها ممكن تبقى غير الايه الشارج بامب دي، فممكن تسمح بستيب سايز كبيره شويه في الفيز كومبيرد بستيب سايز ايه اصغر في الفريكوانسي. بس طبعا برضو الستيب سايز بتاعت يعني هي ميزه وعيب، لان انت بتبقى عايز ايه انت ما بتبقاش عايز تكبر برضو الايه الفريكوانسي ستيب سوري للاسف الفيز اللي هي الاف بانج بانج ستيب عشان ما تعملش ايه جيتر لو انت هتستعمل نون لينير فيز ديتكتور يعني، تمام؟ طيب فتعال نشوف بقى الابروتش الثاني. الابروتش الثاني ان هو يعمل ايه ان كل لوب منهم هو ايدد اكوزيشن برضو، بس كل لوب يبقى ليها اتس اون شارج بامب واتس اون ايه لوب فلتر، والاثنين فلترز يتحكموا في مين؟ يتحكموا في الايه في الفريكوانسي، تمام؟ في الفريكوانسي بتاعت الايه البي سي او. فعمل لك تو بورتس المره دي على الايه على البي سي او، خلاص؟ فانا عندي تو بارامترز دلوقتي، عندي البانوث، خلاص؟ البانوث بقى دلوقتي سيبريت، خلاص؟ فاقدر اعمل اللوب بانوث بتاع الفريكوانسي تراكنج يبقى اقل من الايه من اللوب بانوث بتاع الفيز تراكنج، خلاص؟ وفي نفس الوقت انا عندي كنترول على الايه على الستيب بتاعت الشارج بامب بتاعت الفريكوانسي لوب وبتاعت الايه الفيز لوب. طيب فلو عايز اكبر اللوكينج رينج بتاع بتاع السي دي ار دي، عايز تشتغل مثلا من 1 جيجا ل 10 جيجا مثلا، يبقى كان الفريكوانسي ستيب هي اللي هتبقى ايه بالنسبه لي هي الكور ستيب، صح؟ ليه؟ لان هي اللي ممكن تنقلني اشتغل على رينج اوف داتا ريتس كبير قوي، مش كده؟ لكن الفيز ستيب هي اللي هتبقى فيري فاين ستيب اللي هي زي الاف بانج بانج اللي كنا بنتكلم عليها في السلايد اللي فاتت، فهتسمح لي ايه ان انا اجيب جيتر صغير قوي لما لوك، لان مش هقعد اغير حوالين الايه حوالين اللوك بوينت بستيب كبيره من الايه من الفيز تراكنج لوب. فبقى عندك دلوقتي ايه كنترول على التو فاريبلز بتوعك البانوث بتاع اللوب والجين بتاع اللوب، لان الستيب سايز دي يعني ايه ممكن تفكر فيها ان هي حاصل ضرب الفيز ديتكتور جين في الايه في الشارج بامب جين بتاعك، تمام؟ طيب فبالتالي زي ما اتفقنا ايه هقدر اجيب اللارج بانوث ده هيسمح لي ان انا اللارج بانوث اللي هو في الفيز لوب هيسمح لي ان انا امبروف الايه الجيتر توليرنس بتاعي بتاع السي دي ار من غير ما ساكرفايس مين من غير ما ساكرفايس الفريكوانسي لوب وخليها ايه تبقى وايد باند هي كمان يعني وتبدا تنترفير مع الفيز لوب بتاعتي. طبعا عيوب بس الابروتش ده ان انا بقى عندي ايه دفعت ثمن الكلام ده في الاريا بقى، مش كده؟ البنالتي هتدفع الاريا لان بقى عندي تو سيبريت لوب فلترز كومبيرد للايه للديزاين اللي فات، وطبعا تو سيبريت برضو تشارج بامبس، مش كده؟ طيب بس الفكره بقى في ايه الفكره انت انهي لوب من دي البطيئه قوي؟ ها اللوب اللي تحت، مش كده؟ طيب اللو باس فلتر ده انت متوقع الكاباسيتور بتاعه يبقى ايه كبير قوي، فممكن نبدا بقى نفكر هنا ان احنا نعمل ايه. مش شرط بالظبط مش شرط التو فلترز يبقوا انالوج فلتر، طالما الفلتر ده بطيء قوي ما انا ممكن احول الفلتر ده يبقى ايه ديجيتال فلتر واشغل الفريكوانسي اكوزيشن لوب دي كلها في الديجيتال دومين، وهنتكلم على بعض الامثله للكلام ده. فممكن نبدا نفكر بقى ان احنا نعمل ايه نكومباين انالوج وديجيتال ايه لوب فلترز، وفي فعلا بعض الامبلمنتيشن اللي بتعمل كده بتعمل الفريكوانسي اكوزيشن لوب بتاعتها كلها في الديجيتال وتبدا تعتمد ان الانالوج هي بس مين هي الفيز تراكنج لوب عشان هي سريعه. وبرده في ناس بتعمل الفيز تراكنج لوب هنشوف امثله برده في الايه في الديجيتال دومين لو هو بيعمل اول ديجيتال سي دي ار يعني، تمام؟ طيب فدول يعني ايه اول تو اركيتكتشرز. قبل بس ما نتكلم بقى يعني على حاجات ثانيه تعال نبدا نبص على الفريكوانسي ديتكتور. احنا قلنا الفريكوانسي ديتكتور هيبقى مختلف شويه، مش كده؟ طيب تعالوا نفكر الاول بس في ايه في الانالوج امبلمنتيشن وبعد كده نشوف الديجيتال امبلمنتيشن بتاع الفريكوانسي ديتكتور.
طيب هي الفكره ايه؟ انت عايز تديتكت الفريكوانسي بتاعت الداتا ريت اللي جايه لك. خلاص لو تفتكروا لما جينا نرسم السبكترم بتاع الداتا كان شكله عامل ازاي؟ كان واخد شكل كده ايه اللي هو السينك فانكشن، مش كده؟ كان شكله عامل كده صح؟ وما كانش فيه سبكترال لاين عند مين؟ عند الاف بيت ريت صح؟ كان شكله عامل كده وكان بيدي هنا ايه؟ صفر، مش كده؟ دي كانت الاف بيت ريت بتاعتك. فالمشكله في كده ايه؟ لو انا عايز ابني فريكونسي ديتكتور انا عارف ان السبكترم اصلا ما فيهوش اي انرجي عند مين؟ عند الفريكونسي اللي انا عايز اعملها ديتكشن، فده بيصعب عليا المشكله صح؟ طيب فالناس قالت طب تعالى نفكر في طريقه ازاي اطلع الفريكونسي من الايه؟ من الويف فورم اللي جايه لي. خلاص؟ طيب فلو الويف فورم بتاعتك دي اللي هي اكس 1 يعني افترض ان عندي ويف فورم اسمها اكس 1، انا عايز ايه؟ ادخل اكس 1 دي على حاجه تكمبير الايه؟ الفريكونسي بتاعتها مع اكس 2. خلاص؟ اكس 2 دي ممكن تبقى ريكفرد كلوك. خلاص؟ فدي كده كده ساينوسويدال، مش كده؟ لان دي ريكفر كلوك بتاعتي. فانا افترض ان اكس 2 هي ايه؟ هي اي 2 كوساين اوميجا 2 تي. خلاص؟ فهي ساينوسويدال عند الاوميجا 2 اللي هي الفري رانينج فريكونسي بتاعت الفي سي او. طيب اكس 1 انا لسه مش عارف ازاي اطلع من الراندوم داتا سبكترال لاين عند مين؟ عند البيت ريت. خلاص؟ بس تعالوا نفترض دلوقتي ان هي موجوده ونتكلم بعد كده هطلعها ازاي. فاكس 1 هي الداتا ريت اللي داخله، فهفترض ان هي A1 كوساين اوميجا 1 تي، وهفترض ان انا بحاول ابني دايره الاول تجيب لي الفرق بين الايه؟ التو فريكونسيز دول. خلاص بعد كده هشوف ازاي اطلع السبكترال لاين من الايه؟ من الراندوم داتا. طيب فالناس فكرت طيب ما انا لو ضربت الاثنين دول في بعض خلاص هتبقى كوساين اوميجا 1 في كوساين اوميجا 2 هيجي لي على طول ايه؟ الفرق والمجموع. انا بحاول اديتكت مين؟ الفرق. فخلاص قالك طب حط وراها ايه؟ لو باس فلتر، يبقى طيرت الايه؟ مجموع. يبقى الاوتبوت بعد اللو باس فلتر هيبقى مين؟ هيبقى A1 A2 على 2 في الكوساين ايه؟ الفرق صح؟ طيب بس المشكله ايه؟ انا عايز اديتكت مين؟ اللي جوه الكوساين. طيب اعمل ايه؟ فالناس فكرت في اسهل طريقه تطلع اللي جوه الكوساين تعمل ايه؟ تفاضل. لو فاضلت ده هيطلع بره. فعشان كده قالك طب حط وراها ايه؟ ديفرنشيتر. خلاص لو حطيت وراها ديفرنشيتر هتفاضل الاكسبريشن ده هيطلع لك الايه؟ الترم ده. طيب ايه مشكله الترم ده؟ اه هو طلع لي بدا يطلع لي حاجه شبه ان هي بروبورشنال للدلتا اف فعلا، بس المشكله ان الافرج بتاعتها بكام؟ الافرج بتاعتها بصفر. ليه؟ لانها مضروبه في ساين الدلتا. فبرضه ايه؟ يبقى مش انف. ليه؟ لان كل اللي انا عملته ده لو جينا نفكر هو اتس لينير اوبريشن، فانا برضه مش عارف اطلع هنا اوتبوت عند ايه؟ عند فريكونسي مختلفه. تمام؟ طيب فلسه ما عرفتش اديتكت الايه؟ الدلتا اف بالطريقه دي. فتعالوا بقى نبص لو عملت تغيير بسيط قوي في الدايره، بدل ما هضرب الاكس 1 في الاكس 2 على طول اللي النص الفوقاني ده هو مين؟ اللي عملناه هنا. صح؟ الناس فكرت قال لك طب هات اكس 2 اللي هي الريكفرد كلوك بتاعتك، هات منها جزء ان فيز وجزء ايه؟ كوادراتشر. يعني كان الان فيز ده هو كوساين، يبقى A2 كوساين اوميجا 2 وده A2 برضه بس ساين ايه؟ اوميجا 2. واضرب مره x1 في x2 ان فيز خلاص؟ وبعد كده مره ثانيه x1 بس في x2 ايه؟ كوادراتشر. فبرضه هيطلع لك هنا الايه؟ الفرق والمجموع، لان هنا هتبقى كوساين في كوساين مش كده؟ فهيطلع لك ايه؟ فهيطلع لك كوساين المجموع هيطير بالايه؟ باللو باس فلتر، هيبقى لي ايه هنا؟ كوساين الفرق بعد اللو باس فلتر اللي هي النقطه اللي اسمها اي دي. فاكس اي هي ايه؟ هي اللي جاي لي من الملتبلاير اللي فوق واللي واللو باس اللي فوق، جالي اي 1 اي 2 على 2 في كوساين الفرق. هنا اتعكست بس ليه؟ لان انا ضربت كوساين في ساين مش كده؟ فبرضه ايه؟ جالي الفرق والمجموع بس ساين بدل كوساين. خلاص؟
فالمجموع برضو طار باللو باس فلتر، بقى لي بس مين بقى لي الفرق. فبقت البي هي A1 A2 بس ايه ساين دلتا اوميجا في ايه في تي. طب ايه الميزه في كده؟ تعالوا بس نكمل خطوه كمان. طب هاخد الاي دي وادخلها على نفس الديفرنشيتور اللي فوق برضو عشان نفس الغرض، عشان اطلع مين من هنا، عشان اطلع الدلتا اوميجا بره. تمام. فلما فاضل دي هيطلع لي طبعا نفس الاكسبريشن اللي كاتبه فوق مع الجزء اللي فوق ده هو مش كده، فهيطلع لي نفس الترم اللي فوق ده. طب ايه بقى الميزه دلوقتي لما اجي اضرب بقى ده في ده؟ هيطلع لي ساين سكوير. ساين سكوير هفكها بنص وكوساين ضعف الزاويه. طيب ايه الميزه؟ ان انا هعمل ايه بعد كده؟ هحط لو باس فلتر مش كده؟ فهقدر اطير الايه؟ الجزء ده. طب لو كنسلت الجزء ده اتبقى لي هنا الدي سي تيرم. الدي سي تيرم بقى مضروب في مين؟ في الدلتا اوميجا. فيبقى ده كده كونسبتشولي ممكن، يعني الناس بيسموه كوادري كوريليتور عشان هو يعني بيكوريليت بين التو سيجنالز دول. عرفت فعلا اطلع اكس اوت بروبورشنال للايه؟ للدلتا اوميجا. بس الاسامبشن زي ما قلنا ان اكس 1 في الاصل لازم يبقى فيها سبكترال لاين عند مين؟ عند اف بي اللي هي اوميجا 1، يعني اللي هي الاسامبشن الاصلي بتاعي انا. تمام. هنشوف هنعملها بقى ازاي. طيب المشكله بس في الامبلمنتيشن ده برضو ما زالت موجوده. ايه هي؟ تعالى نتخيل ان الفريكوانسي ديتكتور بتاعك ده يعني ايه بعيد عن اللوك، يعني اوميجا 1 اكبر قوي من اوميجا 2. خلاص. اللو باس فلتر ده هيعرف يطير دي بسهوله ولا لا؟ هيطيرها بسهوله. ليه؟ لانها كوساين 2 دلتا اوميجا، وانا بقول لك الدلتا اوميجا لسه بعيده، هو لسه بيحاول يلوك، فهي لسه كبيره شويه. فاللو باس فلتر بسهوله هيعرف يطير دي. لكن ايه اللي يحصل بقى للاوتبوت ده؟ كل ما نقرب من اللوكينج بوينت الكوساين 2 دلتا دي يحصل لها ايه؟ هتبقى قريبه جدا، هتقرب من الدي سي هي كمان، فتبدا تبوظ لك الاوتبوت بتاع الايه؟ الفريكونسي ديتكتور ده. فالفريكونسي ديتكتور ده مشكلته ان اللو باس فلتر صعب جدا تعمل له ايه؟ ديزاين. محتاج فعلا كت اوف فريكونسي قليله قوي عشان يعرف يديتكت ايه؟ فيري سمول دلتا اوميجا. طب هنحلها ازاي؟ هنتكلم عليها في السلايد اللي جايه. فمشكلته زي ما اتفقنا ان هيطلع لك ريبل عاليه في الاوتبوت هنا. ليه الريبل عاليه؟ لان ما بقاش بس الدي سي تيرم، لا بقى عندك تيرم ساينوسويدال بيتغير مع مين؟ مع الدلتا اف، عمرك ما هتعرف تفلتره حتى ايه؟ يعني لما يقربوا قوي من بعض هيبقى مازال موجود يعني. تمام؟ طب هيتحل ازاي؟ تعديل بس بسيط قوي في الرسمه، هنزود ديفرنشيتور تاني هنا. يعني لو جينا نبص على الرسمه دي سيبنا الايدج ديتكتور ده دلوقتي نتكلم عليه، بس هي الحته دي هي اكس 1 داخله هنا، برده الان فيز داخل فوق، والكوادرتشر هنا. الجزء ده هو نفس بتاع الرسمه اللي فاتت بالظبط، يعني لو رجعنا هنا هو بالمالتبلاير ده بالظبط. يعني الجزء ده هو لحد المالتبلاير ده. تمام. اللي هي الجزء ده لحد المالتبلاير هنا. الفرق بس ان انا الجزء اللي تحت بدل ما وصلته لللو باس فلتر اللي هو هنا بي، يعني بي هنا وايه هنا، لو قارنتوا رسمتين هما نفس الاكسبريشن اللي احنا كتبناه في السلايد اللي فات. الفرق بس ان بي بدل ما ادخلها على المالتبلاير ده بس، لا خدت كمان ايه ودخلتها على المالتبلاير ده مع ايه؟ تفاضل البي. تمام. طيب ف اكس اي واكس بي هيبقوا نفس المعادلات بالظبط زي السلايد اللي فاتت، ما فرقوش حاجه اكس اي واكس بي. خلاص. انت بس اعمل الماث اللي فاضل ده، خد A واضربها في تفاضل B، وخد ايه B واضربها في تفاضل A. تمام. الظريف بقى دلوقتي ايه؟ انك لما تيجي تجمعهم هتلاقي نفسك مش محتاجه لو باس فلتر. ليه؟ لان لما تيجي تجمعهم امشي بس ورا الماث بتاع الحته دي، هتلاقي انك هتجمع الايه، واحده منهم هتطلع الاكسبريشن اللي فوق والثانيه هتطلع الايه الاكسبريشن اللي تحت. فالظريف فيها لما تيجي تجمعهم هيحصل ايه للساين تربيع والكوساين تربيع؟ هيطلع جمعهم بواحد. فاللي هيتبقى لك لما تيجي تجمعهم هو الترم دي سي بروبورشنال لمين بس؟ للدلتا اوميجا. فيبقى ده فعلا ده بيسموه بقى البالانس كوادري كوريليتور، عشان ايه يعني كان الطرفين بتوعه بقوا ايه؟ بقوا بالانس، وعرفت تعمل فعلا الكورليشن اللي انت كنت عايز تعمله بين الانبوت والايه؟ الانبوت فريكونسي وبين الريكفرد كلوك فريكونسي، وطلعت اوتبوت بروبورشنال للاثنين وحسنت قصه الايه اللوج بيبر. طب ايه بقى الدايره اللي انا زودتها هنا دي؟ الدايره دي حاجه بنسميها ايدج ديتكتور. ايه الايدج ديتكتور ده؟ الايدج ديتكتور هو دايره المفروض تخش عليها الراندوم داتا ويطلع لك
سيجنال هنا، السيجنال دي لازم عندها سبكترال لاين فين؟ عند الاف بي عشان تعرف تدخلها على مين؟ على الكوادري كورليتور ده. تمام؟ طب ايه هي بقى الادج ديتكتور؟ لو تاخدوا بالكم احنا اتكلمنا عليها بس ايه يعني ضمنيا كده في وسط الكلام. ايه الادج ديتكتور؟ لو جيت ابص عشان اكريت السبكترال لاين عند الاف بي ده، خلاص اللي هو عمليه الادج ديتكشن احنا بنسميها، خلاص لو انا عندي راندوم داتا ان بالمنظر ده، خلاص لو قلت لك طيب انا عايز اعمل حاجه ديتكت الادجز دي، ف انا عايز اعرف لو انا عايز اعرف في سبكترال لاين في السيجنال اللي اسمها دي ان عند الاف بي اللي هي 2 باي تي اف بي في تي، مش كده؟ يعني السيجنال اللي اسمها اكس 1 اللي احنا كنا بنتكلم عليها هي كوساين اوميجا، صح؟ اوميجا بتريت تي بلس اي فيز شيفت، يعني اي راندوم فيز شيفت. طيب لو انا ضربت ده في السيجنال دي وخدت الافريج، مش كاني عملت لهم كورليشن ولا لا؟ صح؟ طيب فانا هعمل ايه؟ انا عايز اعرف الداتا دي الراندوم داتا فيها سبكترال لاين عند الفريكوانسي دي ولا لا؟ تمام؟ فايه التست اللي هعمله؟ هضرب الداتا في الكوساين دي واشوف الافريج بتاعها. لو طلع الافريج بصفر يبقى مفيش سبكترال لاين فعلا عند الايه؟ عند ال اف بي. لو طلع الافريج مش بصفر يبقى ايه؟ يبقى لا في سبكترال لاين، مش كده؟ هو ده تعريف ان يبقى فيه ايه؟ ان يبقى فيه فريكوانسي كونتنت في الفريكوانسي دومين عند الاف بي، انك انت تكورليتها مع مين؟ مع كوساين اوميجا بي، صح؟ لو عملت لها كورليشن طلع مش بصفر يبقى عندك سبكترال لاين، طلع بصفر يبقى مفيش سبكترال لاين. فده اللي انا هعمله هنا بالظبط، هاخد الداتا ان خلاص واضربها في مين؟ في الكوساين اوميجا بي تي. طب لما اجي اضربها هلاقي ايه؟ بس الحقيقه مش هضربها هي بقى، هضرب الايه؟ هضرب التفاضل بتاعها، خلاص؟ فهاجي هنا ايه؟ هلاقي ان انا عندي بوزيتيف امبلسز هنا ونيجاتيف ايه؟ امبلسز هنا، مش كده؟ لان انا كاني بس بفاضل الايه؟ الداتا ان، تمام؟ طيب فيبقى انا اول حاجه هعملها ان انا هدخل الداتا ان على ديفرنشيتور، الديفرنشيتور دي هيجنريت لي الايه؟ الامبلسز دي، فهيجيب بوزيتيف امبلس هنا عشان في رايزنج ايدج، نيجاتيف امبلس هنا عشان اجيب ايه؟ فولينج ايدج. خلاص انا ليه عملت كده؟ لان انا بحاول اديتكت الايدجز، مش كده؟ يعني انا بحاول اديتكت الايدجز بتاعت الداتا، فاول حاجه جت في بالي خلاص خد الداتا واعمل ايه؟ وفاضلها، فهات سيجنال ترين اوف امبلسز تريبريزنت الاماكن اللي حصل فيها ايه؟ داتا ترانزيشنز، بس بعضهم في بوزيتيف ترانزيشنز بعضهم في ايه؟ نيجاتيف ترانزيشن. طيب بعد كده اضرب بقى دي في الكوساين، لما تيجي تضربها هتلاقي ايه؟ طالما هي نفس الفريكونسي فهتلاقي دايما دي هتتضرب هنا في حاجه بوزيتيف ودي هنا هتتضرب في نفس الحاجه بس هي نيجاتيف ترانزيشن، صح؟ اللي بعدها جت اتضربت في ايه؟ في بوزيتيف، النيجاتيف ايدج بتاع الداتا اتضربت في نفس البوزيتيف بس هي نيجاتيف، فدايما لما تيجي تاخد الافرج هتلاقي ايه؟ الانتجريشن بتاعك بصفر، خلاص؟ فيبقى معنى كده ايه؟ ده ما كده ما عندكش سبكترال لاين عند الايه؟ يعني كده ما عرفتش اعمل ايدج ديتكشن بمعنى اخر. ليه؟ لان الاوتبوت بتاع العمليه دي ان انا فاضلت، يعني انا كنت فاكر ان انا لما فاضل هعرف اعمل ايدج ديتكشن، صح كده؟ بس لا، لقيت ان انا حتى لما فاضلت السيجنال دي ما فيهاش الايه؟ رغم ان انا كنت متخيل ان انا عملت ديتكشن للايدجز، ده اللوجيك، صح؟ ان انا ايه؟ والله دخلت الداتا على ديفرنشيتور فطلعت امبلس عند كل ايه؟ عند كل ترانزيشن، يبقى كاني انا كنت متخيل في الاول ان انا كده عملت ايدج ديتكشن. بس جيت اكوريليت دي بقى مع الكوساين اوميجا بي لقيت لا، الافرج طلع بايه؟ بصفر. طيب ايه الحل بقى؟ الحل طلع بالظبط كده، بسيط جدا، مش سكوير بقى، ريكتيفاي. يعني هاخد الداتا ان هفاضلها، جبت الترين اوف ايه؟ اوف امبلسز دول، فكل خلي بالكم ان كل ترانزيشن لازم يجي له واحده بلس واحده ماينس، لان هو دايما هترانزيشن من لو تو هاي، لازم بعد شويه ات سام بوينت هتنزل تاني ايه؟
من هاي تو لو صح. فدايما كل واحد وراء النيجاتيف بتاعه، كل واحد وراء النيجاتيف بتاعه. فعشان كده لما عملت لك كورليشن مع الكوساين اوميجا بي طلعت لي بصفر مش كده؟ طيب فلما دخلت بقى هنا النون لينير اوبريتور اللي هو مين؟ اللي هو ريكتيفاير، بدا بقى يظهر لي ا نيو سبكترال لاين ما كانش موجود صح. ما انت ما ينفعش تعمل سبكترال لاينز جديده بلينير اوبريشن مش كده؟ لازم يبقى في حاجه نون لينيرتي في الدايره عشان تغير لك في الفريكوانسي دومين مش كده؟ فين النون لينيرتي؟ هي دي. فالريكتيفيكيشن عمل ايه؟ رفع دي خلاها بوزيتيف، فخلى كل الايدج ديتكشنز اللي انت عاملهم دايما ايه؟ بوزيتيف. طب كورليت بقى دي دلوقتي مع الكوساين اوميجا بي تي، هيطلع لك افريج فاليو ايه؟ ليها قيمه. يبقى السيجنال دي فعلا بقى لها سبكترال لاين عند ايه؟ عند الاف بي. يبقى فعلا كده انت لو عملت الاوبريتورز دي يبقى انت عملت ايدج ديتكشن تمام. طب هتبني بقى الايدج ديتكتور ازاي؟ يبقى كل انت محتاج تعمله ايه؟ دايره تعمل ايه؟ تفاضل وركتيفيكيشن. خلاص طبعا ممكن تتعمل انالوج، يعني انا ما رسمتلكوش هنا الامبلمنتيشن بتاعها يعني. بس انا كنت قلت لكم الكتاب بتاع رزافي بتاع الاوبتيكال يعني شارح الحته بتاعه الكوادري كورليتورز دي حلوه قوي. هتلاقي مديك اكزامبل لانالوج سيركت بتعمل ايه هاي سبيد، يعني ممكن تشتغل هاي سبيد بتعمل عمليه الايه الديفرنشيشن مع الايه مع ريكتيفيكيشن. هو عباره عن ايه؟ هتلاقيه عباره عن ديفرنشال فير بس بيعمل ديجنريشن بدل بريزستور بكاباستور. فيعني لو مشيت ورا الماث بس بتاع الدايره هتلاقي ان الكرنت بيمشي في الكاباستور فكانه بيشحن وبيفرغ الكاباستور فبيطلع لك الايه ال بيعمل لك بيزك عمليه الديفرنشيشن بالكاباستور دي. والسويتشنج اللي بيحصل في الديفرنشال فير هو اللي بيعمل عمليه الايه الماجنيتيود او ان هو ياخد الايه الريكتيفايد فاليو بتاعها للاوتبوت بتاعه تمام. طيب بس الشائع اكتر الصراحه الديجيتال امبلمنتيشن. خلاص ديجيتال امبلمنتيشن للكوادري كورليتور. يعني احنا اتكلمنا دلوقتي على الانالوج امبلمنتيشن بتاع الايه كوادري كورليتور، طبعا شكله هيحتاج فيري كومبلكس ايه سيركتس، يعني الميكسرز دي هتبقى عباره عن ايه؟ هتبقى عباره عن جيلبرت سيل، ممكن تعملها بجيلبرت سيل فبرضه شبه الديفرنشال امبليفايرز، وده هيبقى زي ما اتفقنا حاجه شبه الايه الديفرنشال امبليفاير. فطبعا الديزاين بتاعها كومبليكيتد يعني، فالناس بتلجا بقى للايه للديجيتال سوليوشن اللي هنتكلم عليه ده. طيب ايه الدايره بقى البسيطه اللي احنا هنتكلم عليها دي؟ الدايره دي هي الديجيتال كوادري كورليتور، هي برضه عايز يعمل دايره تديتكت الفريكوانسي ايرور مش الفيز بقى ايرور. خلي بالكم يعني هنحاول بعد ما نشرحها تعالوا نقارنها نشوف طب لو جت فيز ايرور هتعرف يعني هتتلخبط وتطلع اوتبوت ولا لا، هي بس بتديتكت الفريكوانسي. فدي اهم حاجه في الدايره دي ان انت تبص عليها ان انا داخل لي داتا ريت دي او راندوم داتا دي انبوت وعندي كلوك وكلوك الكلوك برضو ان فيز وكلوك ايه كوادريتشر، ان هي بتشتغل بنفس الكونسبت بتاع الايه بتاع الانالوج بس ماتش سمبلر بقى، لان هو عباره عن ايه اثنين او ثلاثه في فليب فلوب يعني، بس في اثنين منهم مختلفين شويه. خلاص الاثنين دول زي ما هو راسم لك كده عامل لك شكلهم مختلف شويه. اللي هو يقصده بده ان ده فليب فلوب بيسامبل على التو ايدجز، يعني فليب فلوب ده هو عامله سبيشالي ديزاين فليب فلوب يسامبل الداتا على البوزيتيف ايدج ويسامبل الداتا على النيجاتيف ايدج. خلاص ونفس الكلام بالنسبه للايه للفليب فلوب ده، بس واحد منهم شغال على الكلوك ان فيز والثاني شغال على ايه الكلوك كوادريتشر، والفليب فلوب ثلاثه ده خلاص ده ايه الفليب فلوب العادي اللي بيشتغل على البوزيتيف ايدج. طيب تعال نبص على الايه على التو اكزامبلز دول، يعني تعالوا نبص على التو سيناريوز. فاول سيناريو هو قال لك ايه، تخيل ان الاف كلوك اكبر من الايه من الاف بيت ريت. فطبعا هو رسم دايما ايه هيرسم لك دايما التو كلوكس الكوادريتشر والان فيز الفرق بينهم كام؟ 90 درجه. فشاف بس ده ريلاتيف لده ايه 90 درجه تمام. بس الفكره بقى لما قارن الداتا بالكلوك هو عمل ايه؟ جاب لك ان الداتا متشفته شويه ريلاتيف للكلوك اي هنا. طب لو كان الاثنين دول بنفس الفريكونسي، خلاص طبعا انا فرض ان هو فول ريت ف within 1 يو اي الكلوك بتاخد 1 فول سايكل تمام. بس طبعا واضح من هنا ان في فريكونسي ايرور. ليه؟ لان لما الداتا جت هنا هاي لم على الترانزيشن اللي بعده كانت الكلوك مالها بدرت شويه
يبقى كلوك اسرع من الايه من الداتا. فعشان كده هو هنا بيقول لك افترض ان الاف كلوك ايه اكبر من الاف بي، جيت على السايكل اللي بعدها لما الداتا اتغيرت الكلوك بتضرب اكتر، تمام؟ وهكذا. بص كل شويه كل ايدج من الداتا هتلاقي الكلوك عماله ايه ترجع لورا اكتر، مش كده؟ ترجع لورا اكتر لان الكلوك اسرع من الايه من الداتا. طيب انا ليه مهتم بقى اقارن المكان ده بالداتا؟ لان انا بعمل، لو تفتكروا اول نوع باينري فيز ديتكتور اتكلمنا عليه، اتكلمنا ان انا كنت هسامبل الايه الكلوك بالداتا، صح؟ هو ده بالظبط اللي انا هعمله هنا، يعني فليب فلوب ده وده بيسامبلوا مين؟ بيسامبلوا الكلوك اي والكلوك كيوب بمين؟ بالرايزنج والفولينج ايدجز بتوع مين؟ بتوع الداتا. انا عشان كده عملت دبل ايدج، عشان عند كل ايدج اروح اسامبل. ف ايه فعشان كده اي دونت لوز انفورميشن. ففكر ان الدبل ايدج سامبلينج ده هو بالظبط انهي عمليه اللي هي دي، صح؟ ان انت هنا على كل ايدج عايز حاجه تجنريت حاجه تعملك ايدج ديتكشن عشان تشغل الدايره، صح؟ فهو ده بالظبط اللي ده بيعمله هنا. فالدبل ايدج سامبلينج ده كانه بيعمل لك الايه الايدج ديتكشن اللي اتكلمنا عليه هناك. فانت بتسامبل هنا بالديتا سواء هي رايزنج او فولينج، خلاص؟ الفليب فلوب اللي فوق الاوتبوت بتاعه اسمه اكس اي، والفليب فلوب اللي تحت الاوتبوت بتاعه اكس اكس بي، هم اللي انا رسمهم هنا. فهو جه سامبل هنا اول ما بدا في السيناريو ده هيلاقي الاكس اي بواحد، خلاص، والاكس بي بصفر. طب السايكل اللي بعدها على الفولينج بتاع الداتا، هي ميزه ان الداتا راندوم، بس انا اي ايدج هسامبل، عشان كده عملناها ايه زي ما اتفقنا دبل ايدج. فحتى وهو بيقع الاكس اي ما زال بواحد. طب اللي بعده الاكس اي ما زال بواحد والاكس بي لسه بصفر، واللي بعده لسه، لحد ما حصل شيفت انف. مين اتغير الستيت بتاعته هنا؟ ها الاكس بي. طب اول ما الاكس بي يطلع هاي عند تي 2 ايه اللي يحصل هنا؟ الاكس بي تريجر مين؟ الاوتبوت بتاع الفريكونسي ديتكتور. طب فالاوتبوت بتاع الفريكونسي ديتكتور هيخلي اكس بي تسامبل مين؟ اكس اي. فالاوتبوت هيطلع لي ايه هنا؟ هيطلع هاي، صح كده؟ فيبقى في السيناريو ده ان الاف كلوك اكبر من الاف بي، الاوتبوت بتاع الفليب فلوب هنا ده هيطلع دايما ايه؟ هيطلع ب 1، صح كده؟ طيب تعال نبص على السيناريو العكسي، خلاص؟ تعال نفترض ان لا العكس، يعني بمعنى ايه؟ ان المره دي كلوك هي الفريكونسي بتاعتها اللي اقل من الايه؟ من الداتا، خلاص؟ فلو جيت ابص هنا انا فرضت هنا سيناريو مختلف شويه عشان اغير، يعني بمعنى ايه؟ انا عايز ارجع اتكلمكم عليها تاني. انا هنا فرضت ان انا لما بدات الانيشال ستارتنج بوينت بدات فين؟ مع 1-0، مش كده؟ طب قبل ما ننزل اللي تحت، خلينا طالما ايه طالما اتكلمنا عليها نخلصها هنا. يعني انا افترضت ان البدايه هنا جابت لي اكس اي بواحد واكس بي بكام؟ بصفر. تعال نتخيل ان انا ما بداتش هنا، تعالى نتخيل ان انا بدات لك الرسمه مترحله هنا شويه. يعني بدات عند النقطه دي بدل النقطه دي. كانت النتيجه هتفرق حاجه؟ ها؟ كان هيسامبل ايه هنا اكس ايه؟ هيسامبل زيرو، واكس بي برضه صفر. طب والدنيا بتتشفت ازاي كل سايكل؟ بتتشفت يمين. طب مين اللي هيتغير الاول؟ اكس ايه ولا اكس بي؟ اكس ايه اللي هتتغير الاول. فهرجع اخش في انهي سيناريو تاني؟ زي اللي انا رسمه ده بالظبط. فمش هتختلف. طب لو بدات هنا، ها برضه مش هتفرق، هيبقى ده الانيشال بتاعه بواحد وده بواحد وده مستني رايزنج ايدج، فده مش هيسبل حاجه، مش هيتغير عن قديمه، صح ولا لا؟ لان ده مستني رايزنج ايدج، فيبقى فده مش هيتغير لحد ما اخرج اروح في انهي حته في اللي جنبها. اكس اي ترجع بصفر، صح؟ ودي بواحد، فنو تشينج برضه لحد ما دي تنزل الصفر. مين اللي هيطلع واحد الاول؟ اكس اي برضه هتطلع واحد الاول لما اخش هنا، وتفضل مستنيه اكس بي لحد ما اخش هنا، ساعتها هيطلع لي الايه الاوتبوت المظبوط. فبغض النظر انت رسمت الويف فورم دي ازاي، دايما لو اف كلوك اكبر من اف بي هيطلع لك الايه الاوتبوت ده. يبقى هل هو كده سنسيف للفيز بتاعهم ولا هو سنسيف للفريكونسي بس؟ فريكونسي بس. هي دي الفكره كلها، ان الدايره دي فعلا بتطلع لك 1 لو بس اف كلوك اكبر، مش ملاش اي علاقه بالفيز ما بين الايه التو سيجنال. طب تعال نبص على السيناريو بقى العكسي عشان برضو ايه يبقى غطينا الاثنين. لو اف كلوك عكست بقى، اف كلوك بقت اقل من ايه؟ من اف بي. فلو افترضت يعني ان انا هسامبل هنا 0-0
مع الايدج اللي بعده السامبلنج بوينت شفتت المره دي ايه شمال، يبقى مين اللي اسرع؟ يبقى الداتا هي اللي اسرع مش كده؟ فالمره دي فعلا الاف بي هي اللي ايه هي اللي اكبر، فشفت شمال. طب فمع اول سامبل هنا طلع لي 2 0 0 مش كده؟ احنا اتفقنا بقى ريجاردلس هبدا فين، خلاص في الرسمه فعلا مش فارقه يعني. طب فهنا هبدا 0 0 جت اللي بعدها ايه برده 0 0 ما زالت 0 0 ما زالت 0 0 مين اللي هيتغير الاول المره دي؟ ها اكس بي اللي هتتغير الاول. فيبقى اكس بي هنا هتطلع لي ب 1 واكس اي ما زالت بكام؟ ب 0. يبقى الاوتبوت بتاع الفليب فلوب ده بتاع الفريكونسي ديتكتور هيفضل بكام هنا؟ ب 0. فيبقى فعلا لما الاف بي تبقى اكبر من الاف كلوك الاوتبوت بتاعي 0 0 يعني اللي هو طبعا اتفقنا ان هي هتبقى ديفرنشال امبلمنتيشن اللي هو يبقى نيجاتيف. فيبقى الاوتبوت بتاع الديجيتال كوادري كورليتور ده هيبقى شبه بالظبط البانج بانج ايه؟ فيز ديتكتور اللي هو نون لينير زي ما انتم شايفين كده، لان هو هيطلع لك ايه هاي لو صح؟ يعني هو ما يعرفش يقول لك الدلتا فريكونسي بكام، بس يعرف يقول لك بس برضه ايه؟ البولاريتي بتاعتها، مين اسرع من مين؟ فده الايكويفلنت بتاع البانج بانج فيز ديتكتور، بس ده ايه؟ الفريكونسي ديتكتور، فبيسموه ديجيتال كوادري كورليتور، وعنده نفس الايه؟ البانج بانج كاركترستكس زي ما اتفقنا. وده هتلاقوه يعني في بيبرز كتيره جدا من اللي بالديزاين ريفرنسلس سي دي ارز بتستعملوا حاجه شبه الايه امبلمنتيشن. طبعا في حاجات مور ادفانس يعني، بس ده الايه ده الكور بتاع الايه الفكره اللي بيستعملوها يعني. تمام طيب تعالوا بقى نرجع ايه لاركتكتشرز مختلفه. احنا اتكلمنا دلوقتي شويه ازاي هعرف اعمل ايه الريفرنسلس، مش كده؟ ان انا استعمل ايدد اكوزيشن ويبقى عندي لوب هي اللي بتراك الايه الفريكوانسي بتاعت الانكومينج داتا خلاص. بس في ابلكيشنز كتيره بتستعمل اركتكتشرز الابسط بقى اللي هي بيبقى عندها ايه الاكسترنال ريفرنس بلوك خلاص. طيب فلو عندك اكسترنال ريفرنس بلوك في بقى اوبشنز مختلفه خلاص. ايه الاوبشنز المختلفه؟ ان انت ممكن يبقى عندك تو لوبس بالمنظر ده خلاص، بس الفيس تراكنج لوب هي اللي داخلها الداتا انبوت خلاص. طالما انا عندي الاف ريفرنس خلاص، فانا الفريكوانسي تراكنج لوب مش محتاج ادخلها مين؟ الداتا انبوت مش كده؟ يعني في معظم الاحيان في طبعا امبلمنتيشنز ممكن برضو تستعمل داتا انبوت في حاجه، بس ان جنرال طالما عندك الاف ريفرنس وانت عارف ان انت مثلا ليتس سي مثلا شغال عند 10 جيجا بت بير سكند، وانت عارف ان الريفرنس بتاعك 100 ميجا هرتز، فانت عارف الديفيجن ريشيو بينهم صح؟ فتقدر تعمل ايه؟ فتقدر تاخد الاف ريفرنس دي تدخلها هنا على ايه؟ على بي ال ال، ابيور بي ال ال صح؟ فيبقى الجزء اللي تحت ده عباره عن بي ال ال عاديه خالص، بتشتغل بقى ببي اف دي زي اللي خدتوه في البي ال ال، تشارج بامب، لوب فلتر، في سي او منفصل تماما عن الفي سي او اللي فين؟ اللي في الفيز لوب خلاص؟ وبعد كده لازم تحط ايه في اللوب دي؟ ايه؟ ديفايدر. ليه؟ لان انا الريفرنس ده عمره ما هيبقى الهاي سبيد كلوك طبعا مش كده. انا هشتغل مثلا 10 جيجا بت 10 جيجا هرتز، هرن ده عند ايه ماتش لور، لان ده هيبقى اون بورد كريستال اوسيليتر عند فريكونسي يعني. فهيبقى عندي هنا ايه الديفايدر. ولو عايز بعد كده اغير الداتا ريت ممكن اروح اغير مين على طول؟ اغير الديفايدر. يعني افرض انت عايز تشغل السي دي ار دي ات ديفرنت فريكونسي او داتا ريت، هروح اعمل ايه؟ هروح ادجست الديفايدر ده. فده لازم ده هتلاقيه ايه بروجرامبل ديفايدر، ممكن يبقى انتجر بي ال ال او فراكشنال عشان لو انت عايز تجيب ايه يعني ديفيجن ريشوز نون انتجر. فطبعا في يعني امبلمنتيشنز كتيره قوي للشكل اللي احنا ايه بنتكلم عليه تحت ده. طيب وانس البي ال ال اللي تحت دي لوكت على الايه على الفريكونسي اللي انت عايز تشتغل عندها، انت محتاج تاخد منها مين؟ معلومه ايه؟ الفريكوانسي. اخدها ازاي؟ اخدها من الفي كنترول. فيبقى تاخد الفي كنترول بتاعه اللوب البي ال ال، ممكن تاد سم فلترنج عشان لو في ريبلز جايه لك من اللوب اللي تحت تفلترها ما تدخلهاش على الايه على اللوب اللي فوق. ويبقى ده هو الكورس كنترول بتاع الايه المين في سي او بتاعتك اللي في السي دي ار. طب واللوب اللي فوق؟ خلاص اللوب اللي فوق دي تبقى فيز تراكنج لوب عاديه تشتغل بايه بفيز ديتكتور، مش محتاج بقى فريكوانسي ديتكتور في اللوب اللي هنا دي. تمام فدخلها على فيز ديتكتور، تشارج بامب، لوب فلتر، ويبقى ده هو ايه الفاين كنترول بتاع الايه البي تي او. فالكورس كنترول هيجي له من الفريكوانسي لوب، والفاين كنترول هيجي له من الايه
من الفيز تراكنج لوب. وطبعا الري تايم داتا هتطلع لي منين؟ هتطلع لي من الفيز ديتكتور زي ما اتكلمنا على التوبولوجيز المختلفه. طيب ميزه الاركتكتشر ده ايه عن اللي اتكلمنا عليهم الاول؟ ميزه ده ان ده سكيلبل. بمعنى ايه؟ بمعنى لو انت مثلا بصيت على اي اف بي جي اي من الاف بي جي ايز الايه الستيت اوف ذا ارت، هتلاقي بيطلع لك ايه ديجيتال اي اوز كتير قوي، صح؟ بتشتغل عن فيري هاي سبيد، مش واحده خلاص. فدايما بيبقى فيه اللي احنا بنسميها مالتي لينز، صح؟ طب المالتي لينز دول كلهم ممكن يشيروا دي ولا لا؟ كلهم يقدروا يشيروا دي، صح؟ يعني لو افترضت يعني ان انت اللينز كلها هتشتغل عند 10 جيجا بت بير سكند، طب ما خلاص انا مش محتاج ابني كذا بي ال ال، انا هي بي ال ال واحده، وده يتكرر بقى على حسب النمبر اوف ايه النمبر اوف لينز اللي انا عايزه. عايز 10 لينز خلاص كلهم هيشيروا نفس البي ال ال بنفس الكنترول فولتج تتوزع عليه. بس طبعا اهم اسامبشن هو ايه؟ ان الفي سي او والفي سي او ده علاقتهم ايه ببعض؟ ها؟ لازم يبقوا ايدنتيكال، لان انا الكنترول فولتج هاخده من هنا اروح احطه على مين؟ على اللي فوق. فانا طبعا ام اسيومينج في بيرفكت ماتشنج بين الايه؟ بين التو في سي او. خلاص؟ لو ما فيش بقى بيرفكت ماتشنج، المفروض اللوب دي يبقى فيها ايه؟ سم فريكونسي تراكنج عشان هي تعرف تعوض الايه؟ الفرق ده. فبرضه الفيز ديتكتور ده لازم يبقى فيه شويه كابابيلتي ان هو يتراك سم ايه؟ سم بي بي ام فريكونسي اوفست اللي هو بارت بير مليون فريكونسي اوفست، عشان لو في ميس ماتش بين التو في سي او دول. تمام؟ طيب احنا يعني شرحنا غطينا معظم النقط دي. طبعا برضو كده بقى عندك سيبريت كنترول على الايه؟ سيبريت كنترول على الـ على الـ على البانوث بتاع التو لوبس براحتك. خلاص الفيز لوب البانوث بتاعها هيبقى سيت بلو باس فلتر 1، الفريكونسي لوب دي ليها علاقه بمين؟ بلو باس فلتر 2. فعندك سيبريت كنترولز على الايه؟ على البانوثز بتوع التو لوبس، مش كده؟ وفي نفس الوقت برضو الستيب هتقدر تعمل الفيز تراكنج لوب بتاعتك فيري فاين بحيث ما يبقاش عندك جيتر في اللوكينج، وفي نفس الوقت الجين بتاع الفريكونسي لوب تقدر تكبرها بحيث تعرف تكفر ايه؟ وايد رينج اوف فريكونسيز. خلاص؟ ايه تاني النقطه اللي قلناها؟ الادفانتجز والديس ادفانتجز. قلنا المزايا ان انت عندك ايه؟ بقى عندك سيبريت في سي اوز، مش كده؟ فتقدر بالظبط هي نفس الفكره اللي كنا بنتكلم عليها، يعني انت تقدر تعمل فاستر اكوزيشن تايم للفيز لوب، يعني انك تخاف ما هو اللوب دي لما تسرعها عشان معناها انك بتكبر البانوث عشان تحسن الجيتر توليرنس، يبقى معناها ان انت عندك فاستر ايه؟ acquisition time في اللوب دي، وخليت اللوب اللي تحت هي الايه؟ هي اللوب البطيئه لما انت فصلت الكنترول بتاع الايه؟ الفيز والفريكونسي. بس عيبها زي ما اتفقنا انها sensitive للايه؟ للميس ماتشز بين التو في سي اوز. والعيب الثاني برضو ان لو التي اكس حصل له هو الدريفت، تمام؟ لازم مين اللي يعوضه؟ اللوب اللي تحت مش حاسه بيه، صح؟ يعني لو التي اكس في سي او لاي سبب حصل له frequency drift، لازم اللوب بتاعتك اللي فوق دي هي اللي تعرف تكوركت فور ايه؟ فور الفريكونسي دريفت ده، لان اللوب اللي تحت هتقعد شغاله عند نفس الايه؟ نفس الفري رانينج فريكونسي، مش هتبقى حاسه بيه. فساعتها حتى لو ده عرف يتراكت، بقى عندك على الشيب بتاعتك اثنين في سي اوز، صح؟ كل واحد شغال عند ايه؟ فريكونسي مختلفه. ساعات بيعملوا مشاكل، بيعملوا حاجه اسمها فريكونسي بولينج، ممكن تلاقي التو في سي اوز دول بايه؟ بيأثروا على بعض نتيجة ان بيبقى في كوبلنج ما بين الفي سي او ده والفي سي او ده، فممكن تلاقي التو فريكونسيز مش كأنك بتديزاين تو سيبريت في سي اوز، لا كأن بيحصل كوبلنج ما بينهم ممكن يأثروا على بعض، فساعات بتسبب بعض الايه؟ المشاكل في الجيتر مثلا بتاع السيستم يعني. اللي الناس بتروح ليه؟ انهي اللي فاتت اللي هي تقصد ريفرنسز؟ ما على حسب بقى، يعني انت دايما لو في افيلبل ريفرنس هتستعمله على طول، يعني مش هتروح انك تعقد على نفسك. لا، ما انت ممكن بسهوله بقى، يعني ما انت يو كان ستيل زي ما اتفقنا انكلود هنا ا فريكوينسي برضه كومبوننت، انت فاهم قصدي؟ ما هو برضه مظبوط مظبوط، بس تقدر
تحاول كل شويه يعني تقدر تعدل في اللوب بحيث تتراك الفريكوانسي. ده اللي اقصده بالظبط. يعني تقدر برضه تحاول تتراك الفريكوانسي بتاعت الايه الدريفت، وعلى حسب بقى ما هو مين اللي مين اللي بيسبيك الدريفت ده قد ايه الستاندرد. فخلاص انت بتبقى عارف باي ديزاين والله الدريفت ده قليل، انا هعرف ديزاين الفيس تراكنج لوب ان هي تظبطه لي، فخلاص يبقى انا اروح بالابروتش ده. هي بس الديزاين مور كومبلكس، لكن هي في الاخر دي يعني المفروض يعني دي لو ديزاين كويس هتشتغل ودي لو ديزاين كويس هتشتغل تمام، لكن هي بس مور كومبلكس ديزاين عشان انت ما عندكش ايه الريفرنس، فانت لازم تقعد تستنى الفريكونسي لوك لوب لما تلوك بيز على الراندوم داتا اللي جايه لك. انت فاهم قصدي؟ فهي دي التريكي بارت، يعني بيبقى اسهل لان خلي بالك ساعات المشكله ايه؟ ساعات المشكله ان الاي اصلا ممكن مقفوله والايكوالايزيشن مش عارف يادابت غير لما الاي تفتح. فلما انت لو انت عندك ريفرنس وتعرف لوك خلاص الدنيا اسهل. تمام إيه، انت بتتكلم البولينج ده، البولينج ده احنا نقصد اقصد يعني بين التو في سي اوز، يعني عندك تو في سي اوز على نفس الشيب واثنين بيشتغلوا عند فريكونسيز مختلفه قولتين ايه؟ مش ممكن في حالتين، اصل الفكره الكوبلنج ده ممكن يبقى ماجنتيك زي ما انت بتقول لو هو ال سي اوسيليتور خلاص، او ممكن البولينج يبقى ثرو سبستريت، ممكن يبقى ثرو سبلاي بس تعرف تفصله، لكن المشكله ممكن تبقى في السبستريت. تمام بس هي it depends برضو على الايه، يعني لو الاوسيليتور ده صغير قوي، لو الرينج اوسيليتور ده صغير فاهم قصدي، ممكن ما يبقاش الكوبلنج كبير قوي ثرو السبستريت، يعني الكاباسيتنس مش كبيره، لكن ممكن مع الـ LC VCO الاندكتورز تبقى كبيره قوي، فممكن برضو تلاقي الكوبلنج ثرو السبستريت اكتر. فاهم قصدي؟ لا ما هو لازم يماتشوا بعض. انت الاسامبشن الاصلي ان الفي كنترول ده لما يتحط هنا هيجيب له نفس الفريكونسي بالظبط. لا مش ماتش فريكونسي بس، لازم يعني يبقى نفس التايب. فاهم قصدي؟ لان لو هو مش نفس التايب ما هو ده مش هيتراك بروسيس زي ده. اني مشكلتين لا يعني بص انت مظبوط بس انت ايه، انت ايديالي انت عايز الاثنين زي بعض بيرفكت خلاص. لو الاثنين زي بعض بالظبط ممكن هيحصل بولينج امتى؟ لما الداتا ريت تختلف عن الريفرنس، لما ده يدريفت، لا مش جيتر، لما ده يدريفت نتيجه مثلا ان الاوسيليتور بتاع الترانسميتر هو اللي دريفتد لاي سبب. الترانسميتر فاهم قصدي؟ فساعتها ده هيشتغل عند لو ده عارف يتراكه بقى صح باللوب اللي فوق هتلاقيه بقى شغال عند فريكونسي مختلف عن اللي تحت. فاهم قصدي؟ بس يعني بيبقى ليها يعني ليها اساليب زي ما انت قلت، ممكن تفصل السبستريت لو في ترنشز مثلا، لو في تكنولوجي بيبقى فيها ديب ترنشز ممكن تفصل فيها السبستريت، ممكن تفصل الجراوند، ممكن تفصل السبلايز، ممكن تحط كل واحد منهم في كورنر بعيد عن بعض شويه. فاهم قصدي؟ فبيبقى في طرق ان انت تقلل بيها تاثير البولينج بتاع البي سي او. طيب ايه الفرق بقى بين دوله؟ ده نفس الفكره خلاص، ده اركيتكتشر برضو شبيه شويه بس عمل ايه؟ دمج التولوس مع بعض، شبه شويه الايه؟ الايديد اكوزيشن، يعني برضو بي ال ال بيزد على اكسترنال ريفرنس، بس الفرق هنا ان هو دمج الفيز ديتكتور وال بي اف دي اللي هو الفيز فريكونسي ديتكتور في لوب واحده، فبقى يكونترول بالاثنين نفس التشارج بامب، نفس اللو باس فلتر، ونفس الايه الفي سي او. ليه عمل كده؟ عشان يشيل مشكله المس ماتش ما بين الايه الفي سي او اللي كنا لسه بنتكلم عليها، ويشيل مشكله البولينج بتاعت الايه الفي سي او. فبقى دلوقتي عنده في سي او واحد خلاص،
وعمل ايه؟ خلى الريفرنس الاول يعني حط سيركت اسمها لوك ديتكتور. اللوك ديتكتور دي اول ما هتطور اب الدايره بتاعتك الديفولت انها تبقى بصفر، مفيش لوك، خلاص. فاللوك ديتكتور ده هو اللي بيتحكم الاوتبوت بتاع مين، يعني تفكر ان ده مالتيبلكسر اللي فوق ده وده اللوجيك كنترول بتاعه. لما اللوك ديتكتور ده يبقى بصفر المفروض يختار مين؟ يختار الفيس فريكوانسي ديتكتور. طيب يخلي اللوب تشتغل، اني لوب تشتغل؟ الاف ال ال لوب هي اللي تشتغل بالايه؟ بالديفايدر، خلاص. طيب فالاف ال لوب تشتغل بالديفايدر، هيجي لك هنا اف في سي او تتقسم اف في سي او على ام، فدي اللي انت بتقارنها بمين؟ بالريفرنس، خلاص. لحد ما ايه؟ ما اللوب دي تلوك، مين برضو هيديتكت انها لوكت؟ اللوك ديتكتور. اول ما يحصل لوك للفريكوانسي اللوك ديتكتور هي سويتش على انهي لوب؟ على الفيز لوب، فيدخل مين ساعتها؟ يدخل الايه؟ الفريكوانسي الفيز ديتكتور في اللوب ساعتها. فالمشكله بقى اللي لازم تاخد بالك منها ايه بقى؟ ان ممكن ساعه الترانزيشن دي السويتشز دي وهي بتيرمن اون لاوف تغير مين؟ تعمل ريبل على الفي سي او كنترول لاين. فلازم تبقى فيري كيرفول ان انت ايه؟ انت مستخدم، خلي بالك الشارج بامب فلو فلتر ده انت مخزن الفي كنترول دي فين؟ على ايه؟ على كاباستور، صح؟ فالتشارج اللي بتخزنها على الكاباستور هي اللي بتحدد الفريكوانسي دي. فلو لاي سبب وانت بتعمل الترانزيشن بتاع السويتش ده حصل شويه ليكج للتشارج الزياده او تشارج انجكشن، هتعمل ايه في التشارج اللي على الكاباستور ده؟ هتزودها او تقللها. هتروح تعمل ايه في الفي سي او بتاعك؟ هتغير له على طول الفريكوانسي بتاعه، فممكن تبعده تاني اوت اوف لوك، يعني بعد ما كان خلاص بيلوك تيجي بقى انت تسويتش على الفيز لوب تلاقيها ايه؟ لوست لوك تاني، فريكوانسي لوك. فلازم تبقى فيري كيرفول في حته الايه؟ الترانزيشن دي، ان انت ما تعملش ديسربشن للفي سي او كنترول لاين عشان ما يبقاش في ريبل على الفي سي او او ان هو يلوز لوك خالص يعني. تمام؟ ففي بعض الدوائر بقى الناس بتضطر تعملها ديزاين في الحاله دي اللي هي بيسموها اللوك ديتكتور يعني. طيب في برضو اركتكتشرز ثانيه ابسط بقى شويه بتستعمل ديلي لوك لوبس. خلاص؟ ايه الديلي لوك لوبس دي؟ بيسموها الدي ال ال. خلاص يبقى انتوا خلاص عرفتوا بي ال الز اف ال الز وايه؟ دي ال الز. دي ال الز اللي هي الديلي لوك لوب، هي عباره عن ايه؟ هي عباره عن لوب اللي فوق دي شبه البي ال ال بالظبط، خلاص. بس بدل ما انت بتلوك البي ال ال، انت بتلوك مين؟ انت بتلوك الفريكوانسي بتاعت الفي سي او، صح؟ او بمعنى اصح احنا بنلوك الفيز بتاع الفي سي او، مش كده؟ البي ال ال انت بتلوك الفيز بتاع الفي سي او، فبتجرانتي ان الفريكوانسي هي كمان مين؟ لوكت. عشان كده بنسميها ايه؟ بي ال ال، صح؟ الدي ال ال لا، هو بيلوك مين؟ بيلوك الديلي. بمعنى ايه؟ بمعنى اللوب مفيش جواها في سي او، يعني شايفين اللوب الاصليه اللي فوق دي مفيش اصلا في سي او جواها، صح؟ امال في جواها مين؟ في جواها سيركت اسمها ايه؟ فولتج كنترولد ديلي لاين. ده عباره عن ايه؟ عباره عن سيركت الديلي بتاعها بروجرامبل فولتج كنترولد. طب مين اللي بيتحكم فيه؟ الفي كنترول ده. فبدل ما كان زمان هنا بيبقى فيه في سي او والفي كنترول ده بيتحكم في الفريكوانسي اللي خارجه منه، لا، الدي ال ال انت بتاخد الكنترول فولتج ده تتحكم بيه في مين؟ في الديلي بتاع الايه؟ الديلي لاين ده، خلاص. طب مين اللي داخل على الديلي لاين ده؟ هو الايه؟ الاف في سي او بتاعتك. فانت بتجيب الاف في سي او دي منين؟ بجيب الاف في سي او من البي ال ال. فالبي ال ال اللي تحت هي زي اللي اتكلمنا عليه قبل كده، يبقى عندك بي ال ال تحت شغال على الريفرنس فريكونسي بيز بقى على الداتا ريت اللي انت عايزه، هتختار المالتبلاير اللي انت عايزه، والديزاين ايه؟ افول بي ال ال لوب، خلاص. فالبي ال ال لوب دي لما تلوك هتجيب لك مين هنا؟ اف في سي او اللي انت عايزها، خلاص. طيب بس الفكره ايه بقى؟ مين اللي هيحدد اف في سي او دي؟ مين اللي هيشفت الديلي بتاع الديلي اللي هو ايه بيزكلي اللي هو الفيز بتاعها، تمام؟ فيبقى اللي فوق دي هي اللي تريبريزنت مين؟ زي الامبلمنتيشنز القديمه الفيز لوب، صح؟ اللي فوق دي هي الفيز لوب. ليه؟ لان انا مدخل عليها فريكونسي مالها ثابته ما تتغيرش. ليه؟ لان اللي بيتحكم في الفريكونسي هو اللي جاي منين؟ من تحت. طب لكن اللوب دي الحاجه البارامتر الوحيد اللي تقدر تغيره
من الديلي لاين ده هو مين؟ هو الفيز شيفت. طب مين اللي هيحدد الفيز شيفت؟ الاوتبوت بتاع الفيز ديتكتور. ما نفس الفكره، الفيز ديتكتور هيديتكت هو ايرلي ولا ليت، هيروح يزود الكنترول فولتج صح. الكنترول فولتج ده لما يزيد يروح يعمل ايه؟ يشيفت الديلي لاين، فيشفت الايه الكلوك يا يمين يا شمال. فاللوكينج بيهيفير فيري سيميلر، بس طبعا اللوب داينامكس هي هي ولا مختلفه؟ ها مختلفه. ليه؟ بدل ما بقت سكند اوردر بقت ايه دلوقتي؟ بقت فيرست اوردر. ليه بقت فيرست اوردر؟ لان انا شلت انتجريتور من هنا صح. الفي سي او كان بيديني واحد على اس، فاكرين كي في سي او على اس، لكن هنا العلاقه بين الفيز ان سوري بين الفي كنترول ان والفيز اوت ايه؟ لينير ريليشن شيب، اللي هي اللي هي ريبريزنتد بالجين بتاع الفولتج كنترول ديلي لاين ده. فطبعا اللوب داينامكس دي اسهل جدا لان هي ايه؟ فيها بول اقل، لان انت ما عندكش فريكوانسي تو فيز انتجريشن جاي منين؟ من الفي سي او، فهتبقى مور ستيبل صح؟ هو اللي كان بيخلي السكند اوردر بي ال ال انستيبل وبضطر احط لها كومبنسيشن ريزيستور، هي ايه؟ هي ان فيها تو بول مش كده؟ لكن انت بقى عندك هنا سنجل بول. طبعا بما انه اللوب ستابيليتي سهله تقدر تكبر الباندويث، فيبقى عندك فيري فاست لوكينج، ما فيش مشكله ستابيليتي خلاص. ما عندكش اي جيتر اكيوميليشن صح. ليه؟ لان لو في اي في اللوبس القديمه لو في اي فريكوانسي دريفت هيقعد يحصل ايه للجيتر؟ ها هي اكيوميليت صح. لو في بس فرق، لو فاكرين اف بانج بانج اللي اتكلمنا عليه في الاول، قلنا لو بس في ايه في دلتا في الفريكوانسي هتقعد تاكيوميليت. مين اللي كان بيعمل الاكيوميليشن ده؟ هو الفي سي او صح. لكن دلوقتي ما عادش عندي فيز اكيوميليشن، فبقى ما فيش برضو ايه جيتر اكيوميليشن. طب العيوب بقى بتاعتها ايه الاركتكتشر دي؟ الكابتشر رينج بتاعها فيري ليميتد. ليه؟ لان انت هنا مش بتغير مين؟ ها مش بتغير الفريكوانسي صح، انت بتغير بس الفيز. فهتلاقي التراكنج بتاعها للفريكوانسي اوفست قليل قوي. فلو الترانسميتر اللي بعت الداتا هو اللي حصل له دريفت في الفريكوانسي بتاعته، اللوب دي مش هتعرف ايه تتراك الفريكوانسي دريفت بتاعته تمام. فدي عيب الايه اللوب دي، رغم انها ابسط جدا من الايه من اللوبس الثانيه. بس امتى تقدر بقى تستعمل اللوب دي؟ ممكن تستعملها لو انت بتبقى بالظبط، لو انت مثلا ترانسميتر والريسيفر ممكن يبقوا في نفس الشيب بس بعاد شويه عن بعض وهم سينكرونس مع بعض. فلو تفتكروا كنا اتكلمنا ايه على بعض الايه التعريفات اللي هي السورس سينكرونس والسورس اسينكرونس. فلو انت خلاص انت عارف الفريكوانسي اللي انت بتبعت بيها وضامن ان مفيش دريفت، فالاثنين بيشيروا نفس الايه نفس البي ال ال، ساعتها تقدر تستعمل السمبلر دي ال ال بيز سي دي ار دي. طيب النوع اللي بعد كده، تحب ناخد بريك شويه ولا نكمل؟ ها ايوه بريك ولا ايوه نكمل؟ طيب ناخد 10 دقايق كده بريك ونكمل. اخر ماده هي 21 معنا وقت انا دي النهارده الخالص على خير. احنا مش بس ده يعني الناس بس الناس دلوقتي بتتاخر انت مش لا مش بس يومين يعني اللي هم الويكند يعني اوكي يعني النهارده يعني مش مشكله يعني عايزين الجمعه مش مشكله
بس طالما انت في ثلاث اسابيع بقى هديك اللي جاي ده يبقى احسن. اه مفيش مشكله في الاجابه تمام النهارده احنا لا احنا كده عايزين بس نعمل الريبورت
انت قلت لي ماشي طيب نكمل. قولوا لي كده لو سامعين الصوت بس قبل ما نبدأ. الصوت ظاهر بس عندكم؟ تمام. طيب تمام، تعالوا نكمل. طيب احنا وقفنا عند الايه؟ عند ال DLL based CDR. تمام. طيب في ابروتش تاني برضو ناس بتستعمله او اركتكتشر تاني يعني مشهور برضو، هتلاقوا ناس كتير قوي بتستخدمه في CDRs، اللي هو اسمه الفيز انتربوليتور بيز CDR. ايه الفيز انتربوليتور بيز CDR؟ هي شبه شويه الكلام اللي كنا بنقوله على الايه، على ال DLL. تمام. ازاي؟ ان برضو بيبقى عنده تو لوبس، خلاص. لوب واحده اللي هي برضو بتجنريت الهاي سبيد فريكوينسي بتاعته اللي هو هيلوك عليها. تمام. برضو ممكن يشارك مع كذا لين زي ما اتفقنا، وهي المسؤوله عن الايه، على الفريكوينسي تراكنج بيز على الريفرنس اللي انت مدخلها له. طيب بس المره دي بقى ايه، الفي سي او اللي هو بيستعمله في سي او مخصوص شويه، مش هيجنريت بس الكوساين اوميجا تي اللي هو عايز يشتغل عندها، خلاص. لا، بيجنريت كوادريتشر فيزز، خلاص. يعني هيجنريت ايه؟ يعني هيجنريت الكلوك ان فيز اللي هي كلوك اي، وكلوك اوت اوف فيز، مش اوت اوف فيز سوري، كوادريتشر فيز اللي هي كيو. وطبعا الاثنين ديفرنشال، يعني بلس ماينس للاي وبلس ماينس للايه، للكيو. فكانه بيجنريت كام فيز من الكلوك؟ كانها اربع فيز. تمام. فعشان كده بيسموه ايه، كوادريتشر في سي او.
طب ايه بقى الفرق في الابروتش ده عن اللي فات؟ انا دلوقتي مش هاخد بقى مشكله الديلي لاين. ايه مشكله الديلي لاين؟ ان الريزولوشن بتاعته مش مظبوطه، يعني ممكن ما تعرفش تظبط الريزولوشن بتاعته خلاص. وغير كده كمان زي ما انت شايفين هو انالوج بيز خلاص. بمعنى ايه؟ لو انت ظبطت الديلي سيل دي مثلا انها تدي لك كنترول رينج معين مثلا من 100 بيكو ل 200 بيكو، فانت خلاص ليميتد بفيزيكال ايه ديلي بتاع الايه بتاع الديلي لاين ده. طب لو انت عايز تجارانتي ا سيرتن رينج خلاص، الرينج ده فانكشن في مين؟ فانكشن في الابسولوت ديلي صح. طب لو غيرت الداتا ريت يحصل ايه؟ الافكتيف رينج اتغير ولا لا؟ ها الافكتيف رينج اتغير. ليه؟ لان الافكتيف رينج بالفيز بالديجريز، فلازم انورمالايز للايه ال 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 الديلي اللي انا هعمله الفيزيكال ديلي ريليتيف للتي بت صح. فما بقتش روبست انها تشتغل عند اي ايه اي داتا ريت. هي دي مشكله الايه او احد مشاكل يعني الابروتش البسيط ده، انك ممكن تلاقيه مش سكيلبل مع الفريكوينسي بسهوله. تمام. ليه؟ لان كده انت محتاج لكل بقى ايه لكل داتا ريت هتشتغل عنده يا اما الديزاين في سي دي ال يشتغل على فيري وايد تيونينج رينج وفيري سمول ستيب صح. ليه؟ لان في الفيري هاي فريكوينسي انت عايز فيري سمول ستيب عشان تعرف تجيب فيز ستيب صغيره قوي صح، وعشان تكفر فيري وايد رينج اوف اوبريتنج فريكوينسيز محتاج تديزاين ايه ا فيري وايد تيونينج رينج عشان يغطي كل الايه الاحتمالات دي صح. فمشكله ده ان هو مش هي سكيل مع الايه مع الديتا ريت. وطبعا يعني ايه الديزاين بتاعه مش برده مش سهل يعني. طب هنشوف بقى ازاي ده بيحل المشكله دي خلاص. فالفيز انتربوليتر بيعمل ايه؟ الفيز انتربوليتر هياخد الاربعه فيزز من الكلوك خلاص ويحط ويدخل الفيزز دي على الفيز تراكنج لوب. هنشوف ازاي بيتحكم بقى في الفيز بتاعت ريكفر كلوك. فالريكفر كلوك اللي الفيز انتربوليتر ده هيطلعها لك في الاخر هنا هي ميكس ما بين الاربعه فيزز دول. فكر فيها ازاي؟ فكر فيها بالفيزر دايجرام خلاص. خلينا نروح لها بس وبعدين نبقى نرجع ازاي. لو انا قلت لك والله ادي الكوادراتشر كلوكس بتاعتي، ادي كلوك اي بوزيتيف وادي كلوك اي نيجاتيف وادي كلوك كيو بوزيتيف وادي ايه كلوك كيو نيجاتيف خلاص. طيب لو انا عايز اجيب بقى اي كلوك او يعني الكلوك دي بس بان اربيتري انجل فاي، عاملها ازاي؟ يبقى كانك هتفكر بس انك تلف على الفيزر دايجرام ده صح. يبقى انت هجيب ازاي الراندوم مش الاربيتري فيز فاي؟ هجيبه بان انا انتربوليت، وعشان كده اسمه فيز انتربوليتور، ما بين الاي كلوك والايه والكيو كلوك. انتربوليت ازاي؟ لو انا قلت لك والله انا الاي كلوك هي ايكو ساين اوميجا تي والكيو كلوك هي اي ساين اوميجا تي خلاص، اللي هي الاي كوادراتشر. طب فلو اي ديزايرد فاي خلاص على الدايره، ليه على الدايره؟ تعالى نسيوم ايديال دلوقتي ان انا عايز افكس الامبليتيود كمان، انا عايز اغير بس الايه فيز فور فيكس امبليتيود. يبقى ايه علاقتها؟ يبقى الكلوك اللي انت عايز تطلعها من الفيز انتربوليتور هي اي ساين اوميجا تي ماينس ايه ماينس فاي خلاص. فانا غيرت بس الانجل بفاي وسبت الماجنيتيود بواحد، فهعمل ايه؟ فك يعني فك الساين دي، هتبقى ايه؟ هتبقى ساين كوساين ماينس، عشان دي ماينس ايه كوساين ايه كوساين ساين. طيب فالجزء الاولاني ده هو مين؟ ايه ساين اوميجا تي ده اللي هو مين؟ اللي هو الكلوك كيو صح. يبقى كل اللي هعمله ان انا هضرب الكلوك كيو في حاجه اللي هي مين؟ اسمها كوساين، اللي اسمها اي اي هنا اللي هي كوساين فاي. طيب وهاخد ايه الجزء الثاني من المعادله اللي هو اي كوساين اوميجا ده اللي هو مين؟ اي كوساين اوميجا الكلوك اي. يبقى هعمل ايه في الاي كلوك؟ هانتربوليتد هضربها في قيمه ايه اللي هي الساين فاي. يبقى الساين فاي دي اللي هسميها ايه؟ الاي كيو. فيبقى فين معادله الفيز انتربوليشن؟ هي دي. يبقى انا هجنريت ا نيو اوتبوت هو الانتربوليشن ما بين الكلوك اي والكلوك كيو بالويت دي خلاص، الاي اي والاي كيو. والاي اي والاي كيو دول هحسبهم ازاي؟ هحسبهم بدلاله الانجل بقى اللي انا عايز احسبها اللي هي الفاي خلاص. الظريف لو انا حققت المعادله دي يبقى انا ضمنت ايه؟ ان اي اي تربيع زائد اي كيو تربيع بكام؟ بواحد.
طب لو ده اتحقق ان 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 ده بواحد يبقى ده اللي هيحقق الكونديشن ان انت على ايه؟ على الكونستنت سيركل فعلا. خلاص؟ طيب بس ان براكتس بقى يعني ده بيعقد شويه الامبلمنتيشن ان انت انت عرفت ان ده على ده لازم يبقى انت ايه 10 فوي صح؟ يعني اي كيو على اي اي لازم تبقى ب 10 فوي. لو خليتها ب 10 فوي يبقى انت حققت الايه الانجل. بس عشان تحقق الماجنيتيود لازم احقق بقى مين الكونديشن الثاني. خلاص بس ده بيبقى ممكن تحقيقه في الرياليستيك سيركت اصعب. فالناس ساعات بدل ما يخلوا ده تربيه ده تربيه بواحد بيستسهلوا ويخلوا ايه ده زائد ده بواحد. فيبقى كانك ماشي على شكل عامل ازاي هنا بدل الدايره تبقى ماشي على الايه على الدايموند شيب. ليه؟ لان لما ده ماكسيمم الثاني ايه بصفر. لما ده واحد يقل لينير الثاني بي ايه بيزيد لينير كان حاصل جمعهم ثابت. فتمشي على ايه على معادله خط مستقيم ده تمام. فده دايما اللي انت هتفقده بس بدل ما تمشي على البيرفكت سيركل هتمشي بس على الايه على الدايموند شيب. بس الفكره في الابلكيشن ده مش فارق. ليه؟ لان يعني لو انت بتشتغل في فيز شيفتر فيري هاي اكيوريسي ده مش كويس. لان فيز شيفتر مثلا لو انت بتديزاينه فور ابلكيشن مهم ان الماجنيتيود ما يتغيرش يبقى ده مش كويس. بس الابلكيشن بتاعتنا ده السيجنال دي طبيعتها ايه؟ دي كلوك. فالكلوك دي انا ما يهمنيش الامبليتيود بتاعها. يعني امبليتيود فاريشن ممكن ما يعمليش مشكله كبيره لان انا مهتم بايه بالنسبه للكلوك الفيز بتاعها لان هي هتسامبل الداتا. فانا يهمني الرايزنج ايدج فين. لكن لو الامبليتيود اتغير شويه ممكن ما تفرقش معايا. فعشان كده ده اكسبتبل ايه تريد اوف يعني عشان السمبليفايد ديزاين زي ما اشوف في السلايد الجايه بيعملوه ازاي. يعني تعال نرجع بقى تاني للابروتش. خلاص يبقى كده فهمنا دلوقتي ان فيز انتربوليتر هيخش عليه الاربعه فيزز. مين اللي هيتحكم له في الويت بقى بتاعتهم اللي هي الاي اي والاي كيو؟ دايره هو هنا مسميها لك اي داك هي كارنت داك. خلاص طيب الكارنت داك ده هيجنريت الكود اللي هتروح بقى لكل واحد من دول. خلاص اللي هتحدد الفاليو بتاعته. طب والبولاريتي حددها ازاي؟ ها احنا ما اتكلمناش عن بولاريتي هنا. بولاريتي لو رجعنا لها هنا حددها ازاي؟ لو انا عايز بدل اجيب انجل بدل ما هي في الفيرست كوادرنت في السكند كوادرنت يبقى اعمل ايه؟ يبقى عايز اقلب البولاريتي بتاعت كلوك اي خليها نيجاتيف صح. فهو هنا رسمها لك انها 4 كلوكس. فكانك هتضرب دي في صفر وتحط الاي على مين بس؟ على النيجاتيف سايد تمام. فهو عشان كده هنا رسم لك 4 كنترول لاينز يعني واحد على الاي بوزيتيف واحد على الاي نيجاتيف واحد على ايه كيو بوزيتيف واحد على ايه كيو نيجاتيف. وفي الاخر بيعمل ايه سميشن ما بين. فهو لو عايز الفيرست كوادرنت يبقى هيستعمل مين ومين؟ هيستعمل اي بي مع ايه مع كيو بي ويصفر الاثنين دول والريليتيف ويتس ما بين الاثنين دول هو يظبط له الايه الانجل. طيب مين اللي يحدد له بقى الكود اللي خارج؟ الفيز ديتكتور. الفيز ديتكتور هيطلع اوتبوت بروبورشنال بيقول له والله الايرور بوزيتيف ولا نيجاتيف انا عايز اتحرك ايه في اتجاه معين. فيبقى ياخد الفيز ديتكتور ده هدخله على الايه على اللوب فلتر بتاعي. خلاص بس طبعا المشكله دلوقتي اللوب فلتر ده المفروض طبيعته تبقى ايه ها ديجيتال بقى مش كده. انا دلوقتي انا هختار هنا ويت اكنترول بيها ايه اكنترول بيها الداك. الداك ده يغير الكرنت اللي بي ايه اللي بيبايس ال VGAs دول عشان يتحكم في الامبليتيود بتاع الكلوك اي فيرسز الكلوك كيو. فزي ما نشوف الامبلمنتيشنز فعلا الاوتبوت بتاع الفيز ديتكتور انت اسهل لك تدخله على ديجيتال لوب فلتر هيطلع لك ايه سيرتن كود للاي وسيرتن كود للايه للكيو. هو بعد كده بس كاتب لك ان هو هيعملها اي داك. هنشوف في الامبلمنتيشن ده هيتعمل ازاي بقى ان هو يكنترول بالكرنت ال VGAs دول. خلاص طب طبعا برضو في نفس المميزات بتاع ال DLL بيز ان هو برضو ما فيهوش جيتر بيكينج. ليه ما فيهوش جيتر بيكينج؟ لان هو برضو ما فيهوش نفس المشاكل بتاعه السكند بول. فبالتالي مش هزود الريزيستور اللي بتعمل الليد اللي كانت بتعمل الايه الليد كومبنسيشن اللي هي كانت بتعمل البيكينج مش كده. وبرضو ما فيهوش جيتر اكيوميليشن لان ما فيهوش بي سي او فين جوه اللوب. نفس الفكره فاستر لوكينج لان اقدر اسرع الباندويث ما شايف الاستابيليتي بتاعه الايه بتاع السيستم. بس ممكن يبقى عنده ليميتد برضه ايه فريكوينسي اوفست تراكنج رينج. وهنشوف بقى ازاي نحسب الجيتر تولرنس بتاعه دلوقتي. هو
ما يعني بس انت فكر فيها ان الفيس شيفتر الفيس ديتكتور هيطلع لك حاجه هي الغرض منها ايه؟ تلف على الدايره دي صح؟ يعني فكر فيها كده، انت الكلوك بتاعتك بتحاول تتراك مين؟ بتحاول تتراك الداتا صح؟ كفيز، ما احنا اتفقنا الامبليتيود irrelevant للكلوك. لا لا، ما في حاجه بتحددها بقى، ما انا هقول لك دلوقتي حالا ان انت ايه، انت كلامك صح. لو انت بتفكر فيها ان انت عندك separate control عليهم، بس هي في الاخر هو output واحد خارج منين؟ output واحد خارج من الفيز ديتكتور، هو عايز يلففك في اتجاه معين صح؟ فانت عايز تلف، let's say عايز تلف في الاتجاه ده، يبقى الفاي عايزه تزيد صح؟ طيب يبقى هعمل ايه هنا؟ يبقى عايز اكبر ده، يبقى هكبر الاي كيو عشان احقق المعادله دي. الديجيتال لوب فلتر اللي هو هيطلع لي الكود دي لازم يعمل ايه في الثاني؟ يقلل لي ده، تفهم؟ بحيث يحقق معادله الفيز سواء دي او دي بقى، انا اسف، معادله ماجنتيود سواء دي او ايه او دي. فالديجيتال لوب فلتر هو انتليجنت انف ان هو في الاخر ماشي، هو عايز يجيب فيز اعلى ب 1 ستيب مثلا، هيعمل ايه في اي كيو؟ هيزودها ب 1 ستيب، يبقى لازم يعمل ايه في اي اوتوماتيكلي؟ يقللها ب 1 ستيب. بس يبقى هو ما مشيش على انهي سيركل، ما مشيش على اليونيتي سيركل، لا هو مشي على الدايموند شيب بقى كده بالظبط. هو ده اللي بيعمله بقى فعلا، هنشوف دلوقتي الديزاين بقى فعلا معمول ازاي. هو بيثبت التيل كارنت وبيزود واحده هنا ويطفي واحده هنا، ده بالظبط اللي بيحصل. تمام. طيب تعالوا بقى نشوف الايه، تعالوا نشوف بقى الامبلمنتيشن بتاعي بقى عامل ازاي. يعني مثلا ونتكلم قبل بس ما نتكلم على الامبلمنتيشن، ماشي، في رسمه شكلها مش موجوده دلوقتي، مش مشكله يعني. طيب قبل بس ما نشوف الايه الامبلمنتيشن بتاعها، تعالوا نشوف مثال كده للبيبر دي. البيبر دي كان مستعمل برضو فيز انتربوليتر بيز سي دي ار، خلاص. نفس الفكره برضو، هو مدخل لك هنا انبوت داتا 1 تو 16 جيجا بت بير سكند، خلاص. البيبر دي كانت منشوره في 2016. هو عايز يديزاين سي دي ار واحده تكفر كل الرينج ال 1 تو 16، لان زي ما اتفقنا ميزه الابروتش بتاع البي ال ال الفيز انتربوليتر بيز ان هو ايه، البرفورمانس بتاعه اكروس فريكوانسي او اكروس داتا ريت بيسكيل، خلاص. وهنشوف دلوقتي في السلايد جايه ليه. طيب فعملها ازاي بقى؟ هو دخلك هنا الواحد ل 16، دخلها على ايكوالايزر، خلاص. بعد كده دخل الاوتبوت بتاع الايكوالايزر ده على السامبلر، والسامبلر ده بعد ما عمل سامبلنج بالهاي سبيد كلوك بتاعته عمل ديسيريلايزيشن 1 تو 16، خلاص. ليه عمل ديسيريلايزيشن 1 تو 16؟ لان هو بنى بعد كده اللوب بتاعته كلها في الديجيتال دومين، خلاص. يعني كل الفيس ديتكشن لوب بتاعته ديجيتال، مش انا مفيش انالوج لوب فلترز اصلا ولا اي حاجه، تمام. طيب فعشان كده اضطر يعمل ديسيريلايزيشن. ليه؟ لان في الديجيتال لو انا شغال عند 16 جيجا بت بير سكند مش هعرف ابني الديجيتال بتاعي يشتغل عند ايه، عند 16 جيجا بت بير سكند، تمام. لازم اديفايد عشان اعرف الديزاين ديجيتال يشتغل ات ايه، ات لوور فريكوانسي، تمام. في فريكوانسي معقوله اقدر اعمل سينثيسز للايه، للديجيتال بتاعي عندها. طيب فدخلها على ايه، يعني فهنا لو تاخد بالك من بعد بقى الديسيريلايزر هو ماشي ب 16 بت بارلل داتا، فهيدخلها على 16 بت فيز ديتكتور. هنتكلم في السلايدز اللي جايه على الامبلمنتيشن بتاعه، خلاص. بيطلع له ايه ده بانج بانج فيز ديتكتور، فبيطلع له بلس 1 وماينس 1. هيدخلها على ديجيتال لوب فلتر، الديجيتال لوب فلتر دي هتكنترول مين المره دي؟ هنكنترول فيز انتربوليتر. فمدخلها على حاجه اسمها فيز انتربوليتر كنترول، بيجنريت من الفيز انتربوليتر ده ايه؟ الكنترول بتاع الاي والكنترول بتاع الايه؟ بتاع الكيو، ودول في الاخر اللي بيروحوا للايه؟ للفيز انتربوليتور بتاعه اللي بيجنريت الايه؟ الاي والايه؟ والكيو كلوك بتاعته، تمام؟ طيب هو برده كان هنا عامل، يعني تعالى برده نراجع الحته دي. هو مش راسم لك طبعا البي ال ال هنا، بس هو التريكه بقى اللي الناس بتعملها ايه عشان يجنريت الاي والكيو؟
مش كل الاوسيليتورز هتعرف جنريت الاي والكيو بالضروره. فهو عمل ايه هنا؟ هو شغل الفي سي او بتاعه من 8 ل 16 تمام، لان خلي بالكم الفي سي اوز دايما بيبقى فيها ليميتد تيونينج رينج، مش هيعرف يجيب في سي او يكفر ايه 1 ل 16 مره واحده خلاص. فهو عمله من 8 لايه ل 16 وخد الاوتبوت دخله على ديفايدر. طيب الفي سي او بتاعه هنا الرينج بتاعه من كام؟ من 4 ل 8. بس الميزه بقى لما بتدخل الفي سي او على ديفايدر اوتوماتيكلي تعرف تجنريت منه الايه الاي والكيو تمام. فبقى عندك ايه اي والكيو شغال من 4 تو 8 خلاص. هو يعني هو مش باين بقى في الرسمه هنا، بس هو الحقيقه ايه لما بيشتغل عند 16 جيجا بت بير سكند بيستعمل كلوك كام؟ 8. فهو بيستعمل هاف ريت امبلمنتيشن، هاف ريت اركيتكتشر تمام. طب لما بينزل بقى الاربعه بيقلبها فور ريت، يعني هو عامل السي دي ار بتاعته بيسموها ايه مالتي ريت، ممكن تشتغل في رينج اوف فريكوانسيز هاف ريت اللي هو الفريكوانسيز العاليه خلاص، لان هو اخر 8 هنا بس هو مدخل 16، بس هو عايز لما ينزل ل 8 خلاص، لما ينزل 8 جيج ممكن يشتغل فور ريت تمام. فبيقلب الايه بيغير حاجه في الفيز ديتكتور، طبعا مش واضحه في الرسمه هنا، انه يغير الفيز ديتكتور بتاعه يشتغل ايه فور ريت تاني. طيب فده لما بينزل لايه من 8 ل 4. لما بينزل اقل بقى من كده الفي سي او ما بينزلش غير ايه داون تو 4، بي اوفر سامبل الداتا، وفي الديجيتال بعد كده ايه يعرف يطلع الريدندنسي من الداتا ستريم بتاعه عشان يليمت الايه الفي سي او رينج بتاعه خلاص. طيب يعني هي السلايد دي بس اللي مهم فيها اللي انا كنت عايز اوريه لكم، يعني اهم حاجتين اللي هم ايه المعادلتين اللي في الاخر دول اللي هم ايه اللي هم ازاي نفهم ال الفينومينا بتاعه السلو ريت، وبالتالي الجيتر تولرنس بتاعه الفيز انتربوليتر اركيتكتشرز. هي الفكره ايه لو تفتكروا لما اتكلمنا عن نون لينير سي دي ار قلنا ايه اللي بيليمت الجيتر تولرنس بتاعها لما رسمنا التايمينج دايجرام بتاعتنا، قلنا لما اللوب بتخش فيري في الـ في الـ في النون لينير ريجن ايه اللي بيبدا يحصل من الاوتبوت بتاع الفيز ديتكتور؟ خلاص بيريل على الهاي او اللو مش كده، فبيبدا الاوتبوت فيز او الكنترول لاين يمشي ايه سكوير ويف. ولما بيمشي سكوير ويف قلنا الاوتبوت فيز بيمشي ايه لينير بدل ما يمشي ساينوسويدال يتراك الانبوت صح، فاكرين الكلام ده؟ وقلنا ساعتها السي دي ار بتخش ايه في السلو مود في السلوينج صح. فنفس الكلام هنا، لان دي برضو ايه دي برضو اتس بانج بانج سي دي ار رغم انها معموله في الديجيتال، بس ما نفس الفكره، ما انت برضو ايه ما انت برضو بتاخد اوتبوت من الفيز ديتكتور في اخر حاجه معينه، فلما الفيز ايرور برضو يقعد يزيد خلاص ما انت برضو ايه اخرك رقم معين. فبالتالي الفيز اللي السي دي ار هتحاول تتراك بيه هنا هيحصل له نفس الفينومينا رغم ان هو فيز انتربوليتور بيز صح. فهي مش فارقه هو فيز انتربوليتور بيز ولا هو ايه طالع لك من الفي سي او، هو في الاخر طالما الفيز ديتكتور مش بيطلع لك اوتبوت قادر يتراك الانبوت يبقى السي دي ار هتعمل ايه هتبدا تسلو خلاص. طيب فالمهم هنا ايه المهم ان انا اعرف احسب السلو ريت، لان انا لو عرفت احسب السلو ريت فاكرين كنت بعد كده بقارن الايه الفاي انبوت بالفاي اوتبوت، وانا عارف السلو ريت بعرف اجيب الماكسيمم فيز ايرور فاحسب منها الجيتر تولرنس على طول صح كده. فده اللي انا عايز اعمله هنا. فلو جيت تفكر ايه الفيز انتربوليتور بيز اركيتكتشر السلو ريت بتاعتها هتبقى عامله ازاي، هي الفكره ايه؟ هو في رسمه هنا بس معلش هي اتمسحت، يعني الـ لو جيت احسبها احنا دلوقتي اتفقنا الفيز انتربوليتور ده بيلف على ايه؟ بيلف على الفيزر صح؟ ادي الاي ودي الكيو كده؟ هو بيلف كده. طيب دلوقتي بقى بدل ما هرسم رسمه السلو ريت اللي اتكلمنا عليها المره اللي فاتت في التايم دومين انا هرسمها ايه؟ على الفيزر نفس الفكره. طيب لو انا عند الفيز تاب دي والفيز اللي بعدها هنا خلاص؟ هو مين اللي بيلف كده؟ يعني مين اللي بيحاول يلف كده؟ هو الكلوك صح؟ بتحاول تلف عشان تحصل مين؟ عشان تحصل الداتا مش كده؟ طيب فالسلو ريت هو تعريفه ايه؟
السلو ريت هو الماكسيمم سبيد او السلوب اللي الفيز ده يتغير بيها، صح ولا لا؟ احسبه بقى ازاي؟ مش انت عارف المينيمم فيز ستيب بتاعتك من هنا لهنا هي الدلتا فاي، صح؟ من النقطه دي للنقطه اللي بعدها، تخيل السي دي ار عماله تحاول تجري، السي دي ار عماله تحاول تجري تلف على الفيزر ده، تحصل مين؟ تحصل الداتا. فالسلو ريت هو السلوب اللي هي بتلف بيه على الدايره دي، صح؟ طيب فساعتها هو مين في الاخر؟ يبقى السلو ريت بتاعك هو ايه؟ هو الدلتا فاي، يعني الستيب اللي انت هتاخدها، لان هو السلوب بتاع اللاين، صح؟ على مين؟ على التايم. طب هو هنا بينط من هنا لهنا كل قد ايه بالظبط؟ اني بقى كلوك تي ابديت، مين تي ابديت دي بقى؟ مش شرط تبقى تي هاي سبيد كلوك، دي تي اللي الديجيتال شغال بيها، اللي هو بالظبط كده اللي هو الكنترولر بتاع الفيز انتربريتور شغال بيها. فهو هنا قال لك انا عامل ديفايد باي ايه؟ باي 16. فالفيز ابديت بيريود بتاعته اصغر، ما هياش ايه؟ الداتا ريت. فيبقى تعريف السلو ريت زي ما قلنا هو الايه؟ الفيز ستيب بتاعت الفيز انتربوليتر ديفايدد باي الايه؟ الفيز ابديت بيريود. فطبعا كل ما هتسرع الديجيتال ده احسن، لانك هتعلي الايه؟ هتعلي السلو ريت بتاعك، تمام؟ لان التي بتاعتك ايه؟ صغرت، تمام؟ بس طبعا في ايه؟ في ليميتيشن. فيبقى دي هي ايه؟ والفيز ستيب بتاعته هو مسميها ان هي ايه؟ الكي بي اي اللي هو الجيم بتاع الفيز انتربوليتر، بس بيضربها فاكتور اسمه كي دي ال ال، لان هو عامل ايه؟ فلترنج، اللي هو الديجيتال لوب فلتر. يعني كي دي ال ال ده هو الديجيتال لوب فلتر، لان هو بياخد الابديت دي قبل ما يدخلها على الفيز انتربوليتر عشان ياخد الدلتا فاي، بيفلترها الاول. فالافكت بتاع الفلترنج هيظهر في الجين ستيب، كانه بيكبر او يصغر الايه؟ الجين ستيب بتاعته. طيب ده ايه؟ ده الطريقه اللي تقدر تحسب بيها السلو ريت بتاع الفيز انتربوليتر اركيتكتشر. طيب من دي بقى احسب ازاي الجيتر تولرنس؟ ايه هو الجيتر تولرنس؟ الجيتر تولرنس اللي هو موديليشن، اللي هو ايه؟ الماجنيتيود بتاع الجيتر. هو هنا في البيبر دي كان مستعمل الترمينولوجي دي، فايه ايه مود اللي هي الماجنيتيود بتاع الموديليتنج ساينوسويدال جيتر، خلاص؟ فده البيك تو بيك، مش البيك تو بيك، البيك جيتر يعني. خلاص، فهو بيقول لك ايه؟ بيقول لك انت عشان ما يحصلش بيت ايرور، لازم السرعه اللي السي دي ار بتلف بيها اللي هي السلو ريت تساوي مين؟ ها؟ تساوي السرعه اللي مين بتغير بيها؟ اللي الاي كوساين اوميجا جيتر تي بتغير بيها، صح؟ فيعمل ايه؟ يبقى فاضل ده عشان تجيب السلوب بتاعه، صح؟ لان ده ايه؟ ده الجيتر، صح؟ او فانا عايز اجيب ايه؟ السرعه بتاعته اللي هو بيتغير بيها. ففاضل ده واسويه بمين؟ واسويه بده. فيحسب من هنا الايه؟ الجيتر تولرنس، ان هو يساوي الاثنين دول في بعض. تمام؟ فطبعا لما فاضل الاوميجا خرجت بره، مش كده؟ ف 2 باي اف جيتر دي اللي هي الاوميجا. فالاوميجا اتضربت في الايه؟ في الماجنتيود، فساعتها خلى كان السلو ريت بيساوي ايه؟ الماجنتيود بتاع الجيتر مضروب في ايه؟ مضروب في الفريكونسي بتاع الجيتر. فيبقى الاي مود دي تعرفها هي ايه؟ هي الجيتر تولرنس، لان هي اكبر اماونت لو زاد عن كده خلاص ايه؟ القيمه دي هتزيد عن الايه؟ على السلو ريت. فيبقى الاي مود دي لازم تبقى اقل من القيمه دي. يبقى لو انت عارف السلو ريت من فوق بيزد على الفيز ابديت، تقدر تعوض، فطلع له على طول الجيتر تولرنس بتاعه بروبورشنال لايه هنا على طول؟ ها؟ 1 على اف جيتر، اللي هو شبه اللي طلع لنا زمان، ما هو كان طالع 20 دي بي بير ديكيد، صح؟ بس هنا عشان هو فيرست اوردر سيستم ما طلعليش الايه؟ ها؟ ما طلعليش الايه؟ الجزء التربيع اللي هو الماينس 40 دي بي بير ايه؟ بير ديكيد. طبعا نفس الكونكلوجن بقى لما الفريكونسي تعلى قوي، خلاص مش هيتراك خالص، مش كده؟ بس احنا ايه؟ احنا كنا شغالين في الديريفيشن في اي حته؟ في الحته بتاعت الفلون. بس طبعا ات فيري هاي فريكونسي خلاص السي دي ار هتفلتر، مش هتراك اي حاجه. فنرجع للايه؟ للهافا يو اي ليميت تاني، تمام؟ طيب تعالوا برضو نشوف ده امبلمنتيشن تاني برضو. كان منشور في بيبر في جورنال اوف سوليد ستيت في 2006، ده 10 جيجا بت بير سكند، وكان عامل فيها 5 ستاب دي اف اي، و
وكان عامل FFE بس واضح ان ده بقى في الترانسميتر، يعني هو كان شكله عامل ترانسميتر وريسيفر يعني، خلاص كان عاملها في 90 نانومتر وكان مستخدم تي كويل. فاكرين اتكلمنا احنا على تي كويل دي قبل كده في الباندويث اكستنشن تكنيك، فهو عامله ازاي هنا؟ فهو مدخل الانبوت بتاعه عشان يعرف في التكنولوجي دي يجيب الباندويث ده، خلاص عمل ايه؟ دخل الانبوت بتاعه على تي كويل، ما استعملوش بيكينج في الامبليفاير لود، لا هو استعمله عشان يكستند الباندويث بتاع الانبوت ماتشنج بتاعه. ازاي؟ انه دخل الانبوت على اني بورت من تي كويل، على البورت اللي تحت، خلاص. طيب الاوتبوت بتاع التي كويل مفروض هو مين؟ مفروض اللي انت تحط عليه الكاباسيتنس العاليه هو ايه؟ النود اكس اللي هي في النص دي. فهو حط عليها الاوتبوت بتاعه اللي هو اي ان واي بي، ودخله على الانبوت بتاعه اللي هو الايه؟ الفي جي اي، وحط عليه الاي اس دي دايود، خلاص. ما هي المشكله ان هو كان بيحاول ايه يكستند الباندويث، بس الكاباسيتنس الاسوشيتد بالاي اس دي دايود كانت بتليمت الباندويث، فحطها فين؟ على النود دي من التي كويل، تمام. طيب ايه الميزه في كده بقى؟ التي كويل حط الترمينيشن فين؟ حط الترمينيشن في الناحيه الثانيه من التي كويل، خلاص. فايه اللي حصل كده؟ اللي هي الار ترمينيشن اللي فوق دي بس، تمام. بس طبعا هي مرسومه ديفرنشال، فعشان كده في اثنين منهم، وعمل ترمينيشن للفي كومن مود عشان يتسفاي الكومن مود ريكويرمنت بتاعته، خلاص. وعمل حاجه كمان، ما حطش ال 50 اوم واحده، قسمها ايه؟ اثنين سيريز ريزيستورز 25 25. فاكرين برضو كنا بشوفنا امبلمنتيشنز بيعمل كور سو فاين جين كنترول باسيف قبل ما يخش على الفي جي اي، فعمل كده، خد اي بي على 2 واي ان على 2. منين؟ من النص بتاعت التيرمينيشن ريزيستورز. فبقى الفي جي اي ده الجين كنترول جواه بلس يعرف يسلكت مين كمان؟ الفول انبوت اي بي واي ان، ولا الهاف انبوت اللي هو اي بي على 2 واي ان على 2، تمام. طبعا التي كويل ده لو تفتكروا يعني ليه كان بيديله باندويث اكستنشن، هي ميزه التي كويل ان هو في اللو فريكوانسي خلاص انت شايف في الريزيستنس دي شيء، يعني الزد ان بتاعته هتبقى هي الار ترمينيشن دي. لو انت لو فريكوانسي دول هيبقوا شورت سيركت، صح؟ تو اندكتورز. طب والهاي فريكوانسي مين اللي يخش؟ الكاباسيتور ده سي بي تخش، فيبقى انت هنا شايف برود باند انبوت ماتش من الار تي، رغم ان في هنا عند النود اكس ايه لود كاباسيتنس. كنا فعلا بصينا عليه ساعتها ولقينا ان الباندويث بيجت اكستندد بفاكتور تقريبا 2.2 الار سي، لو هقارنه بالايه؟ بالواحد على ار سي لود العادي لو كنت شلته خالص ودخلت على طول على ايه الار والسي هنا من غير ما تحط الايه التي كويل. طيب تعالوا، المهم يعني احنا اتكلمنا بس دلوقتي على الايه على الفرونت اند، بس تعالوا بس نرجع نتكلم على السي دي ار بتاعته. طيب خد بقى الفي جي اي اوتبوت دخلها على الدي اف اي، خلاص، وخد الدي اف اي تاب ويت دي من دي اف اي لوجيك، خلاص. الدي اف اي اوتبوت هو الداتا سامبل بتاعته، خلاص. بس الادج سامبل خدها على طول منين؟ من الفيز ديتكتور، خلاص. يعني كانه ايه؟ كانه خد الدي اف اي تابس على الداتا اوتبوت بس، تمام، وخد الادج سامبلز الفيز ديتكتور اللي هو بيجنريت بي، يعني هو كانه الكساندر بيز. ليه؟ لانه بياخد داتا سامبلز وبياخد ايه؟ ادج سامبلز، خلاص. وبعد كده بيعمل دي مالتيبلكسنج من 2 تو 1 من 2 تو 8، خلاص. هو اعتقد ان هو كان شغال شكله ايه؟ شغال هاف ريت اصلا، مش كده؟ لان هو داخل بايه؟ داخل ب 5 جيجا هرتز، واخدين بالكم؟ هو داخل ب 5 جيجا هرتز كلوك، بينما هو شغال عند 10 جيجا بت بير سكند، فهو اصلا ده اتس هاف ريت اركيتكتشر، خلاص. ومدخل ال 5 جيجا هرتز الاي والكيو على فيز انتربوليتور، والفيز انتربوليتور ده اللي بيجنريت الكنترولز بتاعت الاي والكيو هو الايه؟ هو السي دي ار لوجيك. طب السي دي ار لوجيك ده بيشتغل بمين؟ بيشتغل بالايه؟ بيشتغل بالدي مالتيبلكس اوتبوت، يعني هو بيدي مالتيبلكس على مرتين. هو اصلا عشان هو هاف ريت هو طالع 1 تو 2 اوريدي، عشان كده هو بادئ هنا من 2، لان هو اوريدي جوه الفيز ديتكتور وجوه الدي اف اي طلع 1 تو 2، بعد كده عمل انذر 2 تو 8 هنا، بعد كده عمل 8 تو 16 هنا. طيب هو بيرن ال سي دي ار لوجيك بالاوتبوت بتاع الدي مالتيبلكسر ده على ريت واحد على ايه؟ واحد على 16 من الديتا ريت اللي هو مدخله،
والسي دي ار لوجيك ده بعد كده طبعا بقى عن طريق ان هو يعمل لازم يعمل ديجيتال لوب فلتر زي ما اتفقنا، هيرجع يتحكم في الايه في الفيز انتربوليتور بتاعته عشان تشفت الكلوك يا اما تبقى ايرلي او ايه او ليت. تمام. طيب عمل بقى الفيز انتربوليتورز ازاي؟ ماشي. هي برضو الرسم انا مسحت دول عشان تبان، ممكن مسحها بسرعه دلوقتي مش مشكله، هي كانت مخبيه. طيب عمل ازاي الفيز انتربوليتور؟ ايش لحظه على طب عمل الفيز انتربوليتور عن طريق ان هو حط انالوج في جي ايز، خلاص خد الكلوك اي ماشي والكلوك كيو، دخل الكلوك اي على الفي جي اي الاولاني اهو على الديفرنشال بير الاولاني تمام، ودخل الاي مقلوبه على الفي جي اي الثاني، فكان ده الاي بلس وده الايه وده الاي ماينس، لان بص هنا دخل دي على الشمال ودي على اليمين، الديفرنشال بير اللي على اليمين ايه عكسه مش كده. طب وبعد كده خد الكلوك كيو برضو تو لاين، دخل على الفي جي الاولاني وعكسها على ايه على الفي جي الثاني، فكان كل ديفرنشال تيرم من دول هو في جي. طب وبعد كده عمل ايه في الاوتبوت بتاع الفي جي ايز دول؟ عمل السميشن اللي كنا راسمين ده في الكرنت دومين، جمع كله وحط ايه ريزيستيف لود واحد في الاوتبوت. تمام. طيب بعد كده هيتحكم ازاي بقى في الجين او الكوفيشنت اي اي واي كيو والبولاريتي؟ حط اربعه سويتشات تحت يتحكموا في البولاريتيز، خلاص. فعنده هنا 4 بت، ال 4 بت دول لما يشغل ده يبقى هو عايز مثلا اي بلس، لما يشغل اللي بعده يبقى هو عايز ايه اي ماينس، او ده يبقى عايز ايه كيو بلس او كيو ماينس. فيبقى عنده هنا 4 بت يكنترول بيهم البولاريتي بتاعت ايه بتاعت كل واحدة منهم، هو عايز clock i ولا ايه p ولا clock i n، clock q p ولا ايه ولا clock q n على حسب البولاريتي بتاعته. طب بعد كده اختار الكوادرنت عن طريق البولاريتي، يرجع بقى عايز يحدد مين الفيز بتاعه، عمل ايه هنا؟ عمل داك بقى تحت اللي كنا بنتكلم عليه، كنا بنقول ان هو عمل i داك، فاكرين في الرسمة الاي داك ده اللي هو ايه الكرنت داك اللي هو عمله ده. طب فالديجيتال لوب فلتر هيدي له مين؟ او هو هنا مسميها انتجريتور، انت اللي هي اللي هي الورد اللي جايه من الانتجريتور، خلاص. فالورد دي رايحه لمين؟ رايحه للكرنت سورسز اللي تحت دول. فين الداك؟ الداك بتاعه هو اللي تحت ده اللي هو 1 2 وهكذا لحد ايه 15، خلاص. هو طبعا هنا مش عامله باينري داك، هو عامله ايه هنا؟ عامله ثرمومتر، لان الحاجات دي بقى انت لازم تبقى فيري سنسيتيف فيها، لان لو في ميس ماتشز في الباينري داك ممكن انت تبقى عايز تاخد فيز ادفانس، تيجي تاخد خطوه تلاقي الميس ماتشز عملت لك ايه؟ رجعتك لورا. فدي الديزاين بتاعها بيبقى خطر جدا، عشان كده دايما بيستعملوا ايه؟ ثرمومتر داكس على طول، عشان يطمن انه دايما الفيز ماشي انكريمنت، مش يجي ياخد السي دي ار عايز تاخد خطوه لقدام تلاقي ايه؟ رجعت عكست. تمام؟ فطبعا ممكن تعمل مشكله في الايه؟ في اللوكينج، فعشان كده استعمل هنا ايه الثرمومتر داك، خلاص من 1 ل 15. فكانه الايه فكانه استعمل كام بت هنا اللي هم من 0 لكام؟ من 0 ل 3 هو كده 16 فيز مش كده؟ 16 فيز يعني دول المفروض يبقوا ايه؟ يبقوا 4 بت صح كده؟ فدول المفروض 4 بت يدوا له 16 فيز، 16 فيز بير ايه؟ بير كوادرنت، يبقى التوتال كام؟ التوتال 64 خلاص؟ فيبقى التوتال بتاعه 64 على الايه؟ ال 360 درجه بتاعته، بس التريك هنا طبعا ان 360 درجه بتاعته مش 1 يو اي، 360 درجه بتاعته هنا 2 يو اي، ليه؟ عشان هو شغال هاف ريت، هو مش فول ريت.
لا هنا مش عامل ديفايدر. لا هنا دي بيبر ثاني. تمام هنا كان داخل على طول اهو، داخل بال5 جيجا هرتز على طول بالهاف ريت كلوك. ممكن بس بس هو بيريليتد لليو اي مش بتاع دي، هو بيريليتد لليو اي بتاعه الداتا. انت فاهم قصدي ليه؟ لان انا حطيتها هنا على 360 درجه دي بتاعه الكلوك، بس اليو اي بتاعه الداتا. تمام عشان لو انت عايز تحول بس الديجريز دي لليو اي تقسمها على ايه؟ على 2 يو اي. تمام ف طيب فزي ما اتفقنا ايه الفور بيت دول هيتحكموا بقى في ايه؟ الفور بيت هيتحكموا في انهي يعني دول كارنت داكس شغالين، وعلى حسب بقى كل ما هزود بيت فيهم هشغل ايه؟ هتسير الكارنت، يعني هتسير الكارنت من واحد من الكارنت سورسز اللي هنا يروح يجمع على ايه؟ يجمع على لا ناس ده هو بيشغل واحد واحد، لان ده ثرمومتر صح؟ ده ثرمومتر. فهو الكود بتاعه الكود اللي هنا ده مفروض يختار انهي واحد من دول اللي ايه؟ انهي واحد من دول اللي هيشتغل. تمام وعنده فيكست سيل تحت بحيث ان دايما الكرنت عمره ما يوصل بصفر. خلاص فدايما الكرنت يعني الحياة دي بقى هنا ايه فيها سنه انكيورتي، فالكرنت مش بينزل بقى من الزيرو. يعني لو ماشيين على الدايموند شيب ده فالمفروض يمشي طالما هم 16 ستيت من 0 ل 15، لا هو ماشي حاطط فيكست سيل بنص، فماشي من هاف ل 15 انا هاف. خلاص ده بالنسبه مثلا للايه للاي، والكيو ماشي طبعا هيمشي العكس من 15 ونص لايه ل 15. خلاص ايه لازمه ان هو يحط الفيكس سيل دي؟ لان الريسبونس بتاع الفيس ديتكتور او الفي جي اي بيبقى بطيء جدا لما يطفي خالص. يعني لو جه مثلا كود ان هو عايز يجيب الانجل الصفر بالظبط يبقى المفروض يعمل ايه في الكيو؟ يطفي تماما صح ويشغل الاي بس، مش كده؟ فهو لو حط الفي جي اي بتاع الكيو ده الكرنت فيه بصفر، لما يرجع يحتاج يشغله تاني هيلاقي السويتشنج تايم بتاعه بقى بطيء قوي، فعشان كده مش بيحب يطفي الكرنت للاخر وبياخد هيت شويه في الاكيورسي بتاعت الايه بتاعت الانجلز بتاعته. تمام فده ايه يعني ده امبلمنتيشن بسيط للفيز انتربوليتور. ميزه بقى الفيز انتربوليتور ده ايه دلوقتي لما تيجي تبص بقى عليه كده، لما تيجي تعمل له انت ديزاين، هل لو انا دخلت له فريكوانسي مختلفه هيديني نفس الفيز ستيب ولا لا؟ ها يعني انا دلوقتي ايه، انا عملت له ديزاين بالمنظر ده ان هو جيفن الريزولوشن بتاعته يديني فيكس فيز ستيبس دي صح. الفيز ستيبس دي ريليتيف لايه؟ ريليتيف لل 360 درجه بتاعه الكلوك اللي هي ريليتيف لليو اي بتاعه الداتا، مش كده؟ طب الميزه ان هي ريليتيف لمين؟ لليو اي. يعني ملهاش علاقه بالبيت ريت بكام، او مش ملهاش علاقه، انا اسف، هتسكيل معاها. يعني لو هي عند 10 هي باليو اي كذا، طب لو انا دخلت 5 هتبقى بنفس الرقم باليو اي مش هتتغير. فهي دي ميزه الايه الاركتكتشر دي. وتعالى نبص مثلا على فعلا الميجرمنت اللي هو عاملها، هو موريك هنا في البيبر دي الاوتبوت اللي خارج من الفيز انتربوليتر اكروس كل الايه الستيت. يعني هو كانه بيسويب بس كل الفيزز وبيرسم لك الساينوسويدال اوتبوت اللي خارج. فطبعا يعني انت واخد بالك ان هم ايه كانه عباره عن ساين ويفز كتيره قوي متشفته بس بالدلتا فاي بتاعته، مش كده؟ طبعا واخد بالك ان الماجنتيود بيحصل فيه هنا بيتغير شويه، ده الايرور اللي كنا بنتكلم عليه نتيجه الدايموند شيب. تمام طيب بس الظريف ايه بقى؟ هو عاملها عند 6 جيجا هرتز، عملها كمان عند ايه هنا؟ عند 2 جيجا، مدياله تقريبا هي مش واضحه قوي من الرسمه يعني نفس الايه؟ نفس طبعا كتايم هي مختلفه لان التايم تي بت بتاع ده غير تي بت بتاع ده، بس لما حسبها بقى يعني تعالى نبص يعني لو بصيت بقى على التايم ستيب ده اللي انت هتعرف تقيسه التايم ستيب من السكوب، لما تاخد التايم ستيب دي هو رسمها لك هنا دي مثلا بتاعت 6 جيجا الفيز روتيتور ستيب اللي هي الكيرف اللي فوق ده جايب تقريبا كام؟ 2.7 اللي هو الفلات ده اكروس ايه الستيب نمبر، هو بيسويب كل الستيبس فتقريبا جايب ستيب ثابته ب 2.7. خلاص لما عمل بقى سكيلينج وقاسها عند 2 جيجا هرتز حصل ايه للستيب؟
اتغيرت بقت 8. فعند 2 كانت 2.7 انا عكستها مش كده. عند 6 هي اللي كانت 2.7 وعند الاثنين بقت ايه 8. ايه اللي حصل؟ اتسكيلد مع الايه مع الداتا ريت. انا غالبا عكست الايه انا عكست الرسمتين يمكن بس هنا ماشي تمام. يبقى خدنا بالنا ايه الريشيو بين 2 ل 6 هي الريشيو بين ايه تقريبا يعني بين 2.7 ل 8. فهي دي الميزه ان انت بتسكيل مع الايه مع الداتا ريت اللي انت بتشتغل عنها. الاسامبشن بس المهم قبل بس ما نسيب الحته دي عشان تعرف تانتربوليت صح ما بين ده لده لازم الانبوتس اللي داخله هنا ما تبقاش شارب ايدجز. ليه؟ لان لو كلوك يعني ايه الكلوك والكلوك كيو دي عشان معادله الانتربوليشن دي تشتغل المفروض يبقى علاقتهم ايه؟ المفروض يبقوا ساينوسويدلز ما يبقوش سكوير ويف صح لا؟ لان لو هما سكوير ويف ده دي 0 ودي 90 ده اصلا في ديد زون كده بينهم صح؟ مش هيحصل اي انتربوليشن في النص. لكن عشان المعادله بتاعت الانتربوليشن دي تشتغل صح لازم يبقوا ساين ويف مش كده؟ فساعات بيضطروا يعملوا ايه بينهم؟ يعني لازم يحط سيركت تكنترول السلو ريت. فاكرين كنا زمان اتكلمنا ان في طرق الناس بتستعملها تعمل سلو ريت كنترول خلاص. فدي مهمه في الايه في الفيز انتربوليترز دي عشان تعرف تكفر او فيري وايد فريكوينسي رينج. لان هو لما يقلل الفريكوينسي ممكن تلاقي الكلوك عايز ترجع تبقى سكوير تاني فتعمله مشكله. فلازم يرجع يخليها ايه شبه الساينوسويدال تاني يقلل السلو ريت بتاعها تمام. فممكن تشتغل يعني لو هي ساينوسويدال حتى لو هي تراينجلر هتشتغل. ليه؟ لان هتيجي تجمع الاثنين هيشفتوا بعض. لكن لو هما فيري شارب مهما جمعت الاي والكيو مش هيحصل انتربوليشن صح. عشان يحصل انتربوليشن صح لازم يبقوا ايه الاثنين على سلوب مش كده. فعشان كده دايما هتلاقيه في البيبر دي حاطط سلو ريت كنترول سيركت شبه الحاجه اللي احنا كنا اتكلمنا عليها زمان لو تفتكروا. ان قلنا ايه انك هتدخل الكلوك اللي انت عايز تعمل كنترول السلو ريت بتاعها على بافرز صح. والبافرز دي انت تتحكم انت هتاخد الاوتبوت منين. هتاخد الاوتبوت من الاول ولا من النص ولا من الاخر وتقدر تكنترول السترينث بتاع البافرز دي وتميكس. فيبقى عندك كنترول سيركت تتحكم في السترينث بتاع البافرز دي فتقدر تتحكم في السلو ريت بتاع الاوتبوت اللي خارج هنا. ليه؟ لانك لو ما عملتش اي ميكسنج خلاص هتاخد الشاربست مش كده. لو عملت ميكسنج وخليت الويتس كلها متساويه هتاخد حاجه افريج في النص مش كده وهكذا. فتقدر عن طريق ميكسنج الويت بتاعت او السترينث بتاع البافر دي تتحكم في الايه في السلو ريت بتاع الاوتبوت كلوك بتاعتك عشان تجارنتي ان انت تجيب ايه البيهيفير اللي هو شبه الساينوسويدال ده شويه تمام. طيب اخر اركيتكتشر شبه الفيز انتربوليتر بس مختلف حاجه بسيطه قوي. بدل يعني هي نفس التو لوبس اللي اتكلمنا عليهم بتوع الفيز انتربوليتر بس ده بيستعمل في سي او معقد شويه. ده بيستعمل في سي او بيطلع له ايه ام فيزز. وبدل فيز انتربوليتر هي بتستعمل ايه بقى هنا فيز سيلكتور. طيب هو هنا الديجيتال لوب فلتر بدل ما هي انتربوليت بين الاي والكيو يجيب له اي زاويه لا هو بس مجرد بيعمل ايه هنا بيسلكت ما بين الفيز خلاص. فيعني طبعا ايه دي رايحه مور توردز ان هي تبقى اول ديجيتال كده ما عادش بقى في انالوج سيركت خالص مش كده. ده انت هنا دلوقتي خلاص ده ممكن ده مثلا يبقى رينج في سي او وطلع سكوير ويفز منه بالظبط. تاخد بقى ستيجز كتيره جدا تصغر قوي الفيز ستيب ما بينهم ويبقى ده عباره عن ايه افيد سيلكتور كانه بقى تحول الى مالتيبلكسر. فده شبه اكتر ان انت رايح توورد ان اول ديجيتال امبلمنتيشن. طبعا هتبقى ماتش مور روبست البي في تي فاريشنز لان لو انت عملت كل حاجه في الديجيتال خلاص ما بقاش عندك مشكله. عيبه بس طبعا ان هو ايه عنده ديسكريت فيد ستيب على حسب بقى الريزولوشن اللي انت هتعرف تجيبها منين من الايه الفيز شيفتر بتاعك هنا او البي سي او اللي بيطلع الام فيزز يعني تمام. طيب اخر توبيك بس عايزين نتكلم عليه بقى اللي هو الاول ديجيتال بي ال ال. طبعا مزايا الاول ديجيتال بي ال الز ايه ان مش الـ PLLs, الـ all digital CDRs اللي بيزد على البي ال الز يعني
ايه المزايا؟ طبعا المزايا ان انت في الديب سب مايكرون تكنولوجيز السبلايز بتقل، فدايما هيبقى عندك مشاكل هيدروم وانسفيشنت فولتج هيدروم، بتصعب الديزاين، اللوب كاباسيتورز الكبيره اللي انت بتحتاجها ممكن يبقى فيه مشاكل ليكج في الديب سب مايكرون تكنولوجيز، فالليكج ده لو ما عملتش حسابه ممكن تلاقيه بوظ لك البرفورمانس بتاع الايه الشارج بامب لوب فلتر بتاعك، وتيجي تسكيل ديزاين تاني تلاقي الكاب هنا غير الكاب هنا، الليكج ده غير الليكج ده، لان الكاب دي بتبقى كبيره طبعا على حسب ايه اللوب بانوث اللي انت عايز تعمل ديزاين عليه. كل ده نوعا ما ايه بتخلص منه لما تروح انتو ان اول ديجيتال سي دي ار، هتنقلها بسهوله ما بين نود لنود لانه خلاص هو نفس الكود انت بتسنتسايزه على ايه ديفرنت تكنولوجي، ويبقى عندك ايزير ميثودز ان انت كنترول اللوب بارامترز. ليه؟ لان انت خلاص من كل حاجه في الديجيتال، طب انا اعرف كده كنترول ايه البروبورشنال جين والانتجرال جين. هو البروبورشنال جين ده اللي هو ريبريزنت مين؟ زي في البي ال ال، مش انت في مش انتوا في التايب 2 بي ال ال كان بيبقى في تو باثز، واحد الانتجرال اللي هو بيتحكم في الكاباستور فولتج بيتحكم في الفريكوانسي، والثاني البروبورشنال اللي هو بيتحكم في الايه اللي هو بيتحكم في الريزيستور اللي بيتحكم في الفيز، صح؟ فهو يعني ممكن تفصل الستيب اللي على الكاباستور كان دي بتبقى ايه بيسموها الانتجرال جين اللي هي بتتحكم في الـ في الـ في الفريكوانسي بتاعه الايه اللوب، او البروبورشنال جين اللي هي الايفل ار بتاعه التايب 2 بي ال ال اللي هي بتتحكم في الفيز، فدي بيسموها الايه البروبورشنال جين. فطبعا عشان تقعد تكنترول الكلام ده في الانالوج يبقى انت عايز تعمل ايه؟ عايز تكنترول بقى يا اما فاريبل ريزيستور يا فاريبل شارج بامب كارنت يا فاريبل كاباستور، فالدنيا اصعب. لكن لو كل ده مبني في الديجيتال هتعرف اسهل تكنترول الايه اللوب سيتلنج والبانوث والستابيليتي اكروس ايه اكروس بي في تي او اكروس داتا ريتس حتى، يعني ممكن تبروجرام مع ديفرنت داتا ريتس كمان. طيب ازاي بقى امبلمنت الاول ديجيتال سي دي ار؟ خلاص هي نفس الاركتكتشرز بالظبط اللي اتكلمنا عليها، يعني على سبيل المثال يعني ممكن نتكلم على البيبر دي كانت منشوره في اي اس اس سي في 2007. هي في الاول ديجيتال سي دي ار بتستعمل 10 بت في سي او، بس طبعا بما انها ديجيتال ما بنسميهوش في سي او بقى بنسميه ايه دي سي او، ديجيتالي كنترولد اوسيليتور، بدل فولتج كنترول اوسيليتور بيبقى ايه ديجيتال كنترول، بدل ما يدخل له في كنترول بيدخل له الديجيتال بيتس، والديجيتال بيتس دي هي اللي خارجه من مين؟ من اللوب فلتر بتاعك. ففي الامبلمنتيشن ده هو طلع الفي سي او من الديجيتال، يعني الباوندري بتاع الديجيتال فين؟ اللي هو البلوك ده، ده هو الفولي سنتسايز ديجيتال. خلاص طب ايه اللي بره بقى عنده؟ اللي بره عنده اللي بره الديجيتال فلو هو الداتا سامبلرز الهاي سبيد داتا سامبلرز. خلاص هو انا مش فاكر هنا هو ده ما كانش سبيد قوي، يعني هو ده كان شغال عن 2.8 جيجا بت بير سكند، بس يعني جيفن يعني التكنولوجي اللي هو شغال فيها خلى الداتا سامبلرز بتاعته اللي هو برضو الكسندر بيل برضو بيطلع داتا سامبلز وايه وايدج سامبلز. خلاص طيب بس بيعمل بقى فين الفيز ديتكشن؟ قسمه نصين، خلاص اللي خارج من هنا فول ريت، فول ريت داتا سامبلز وايدج سامبلز، يبقى هيدخلهم على ايه على XOR سيركت اللي هتطلع له ايه على طول الالكسندر اب وداون بالسز، مش كده؟ طب الاب داون بالسز دول هيروح يضربهم في جين اسمه بروبورشنال جين. ليه بروبورشنال جين؟ لان ده الهاي سبيد باث اللي هو ايكويفالنت ان هو بيتراك الفيز، تمام؟ فكان دي الفيز تراكنج لوب خلاص السريعه، ماشي؟ طيب فدي هتروح تكنترول مين على طول؟ الدي سي او. خلاص طيب ما عملش هو لسه اللوب البطيئه، فين بقى اللوب فلتر؟ اللوب فلتر كله اتعمل فين؟ في الديجيتال. فخد نفس الاب داون بالسز دي بس هو مش عارف يحط كاباستور كبير ويبني لوب فلتر كبير هنا في الـ في الـ في الانالوج دومين، يعني الحته دي فكروا فيها انها الانالوج دومين. خلاص رغم ان الحقيقه هو برضو هنا الاكس اور يعني اتزد يعني نوعا ما ديجيتال، بس اللي اقصده ايه ان هو بيكنترول بيها على طول الدي سي او، تمام؟ دي ده الهاي سبيد باث، فده مش محتاج فلترنج. اللي محتاج لوب فلتر هو ايه اللو سبيد باث اللي هحط فيه الكاباستور. طيب فده عشان يعرف يعملوه في الديجيتال اضطر يعمل هنا ايه 1 to 8 دي سيريالايزيشن، فخد الداتا سيريال حولها 8 بت
بالبارل، فيبقى قلل السبيد بواحد على 8 على طول. بعد كده دخلها على ايه هنا؟ دخلها على ان اكس اور سيركت في الديجيتال بقى خلاص. ده اب وداون جنريتور اللي هو الايكويفالنت بتاع الاكس اور اب داون، بس بدل ما ده بتاع البروبورشنال باث ده بقى بتاع الانتجرال باث. وبعد كده راح ضربها في فاريبل جين اسمه تي انتجرال، فده الانتجرال جين بتاعه اللي هو يتحكم في الستيب بتاعته هنا. وبعد كده دخلها على ايه هنا؟ ده عباره عن ايه ده؟ ده عباره عن ايه؟ اكيوميليتور. دخلها هنا وكل كلوك، بس كل اني كلوك، كل ديفايدد داون باي 8 كلوك اكيوميليت. فهو ده الانتجريتور. فبدل ما عملوا انالوج لوب فلتر عملوا ايه؟ ديجيتال اكيوميليتور. فطبعا اريا سيفنج رهيب يعني، تمام. طب عامل اكيوميليتور بقى هنا كام بت؟ عامل اكيوميليتور بت 17 بت خلاص. طب ال 17 بت دول هو مفروض يطلع يكنترول بيهم مين؟ الدي سي او. الدي سي او كام بت؟ 10 بت. فلازم في النص اضطر يحط ايه هنا بقى؟ الدلتا سيجما موديليتور. الدلتا سيجما موديليتور دي بتعمل له ترانسليشن من ال 17 بت للايه؟ لل 10 بت. دي بتبقى فيري سمبل في الديجيتال يعني، دي مش دلتا سيجما موديليتور معقده بقى في الانالوج دومين، لا دي في الديجيتال دومين. فكل اللي هي بتعمله انت بتبص على الكود ده وبتقعد تعمل ايه؟ تتحرك بس حواليه على حسب بقى ايه كل تامبل تغير، بحيث افريج ال 17 دول تعرف تريبريزنتهم بايه؟ ب 10 بت. خلاص. طب خد ال 10 بت دول هيتحكم فيهم بمين؟ الدي سي او. الموضوع برده مش ستريت فورورد كده. ليه؟ الدي سي او ده لازم زي ما كنا بنتكلم في الفيز انتربوليتور يمشي بايه؟ بمونوتونيسيتي عاليه جدا، ما ينفعش يبقى فيه اي ايه جليتشز، تيجي ترفع الفريكوانسي يرجع ايه يقللها. فعمل ايه هنا؟ ما خدش ال10 بت باينري، لا كان عايز يعملهم ثرمومتر بس 10 بت ثرمومتر ده عدد ايه؟ هيبقى عدد رهيب مش كده؟ لو حول دول ثرمومتر هيلاقي الاريا بقت رهيبه، وممكن ما اعرفش ديزاين سويتشز يتحكم فيها بالدي سي او ثرمومتر 10 بت مش كده؟ لان عددها هيبقى كبير قوي. فراح عمل ايه؟ قال لك طب خلاص هقسمهم 5 بت و5 بت خلاص. فعمل اللي هو بنسميه سيجمنتد ثرمومتر خلاص. فعمل باينري تو سيجمنتد ثرمومتر، وخلى 5 بت يتحكموا في الروز و5 بت يتحكموا في الكولوم. فايفكتيفلي هو نفس العدد تمام، بس عملها بطريقه تخلي تضمن له المونوتونيستي بتاعت الايه الدي سي او وهو ماشي على الكنترولز خلاص. يعني ممكن نبص عليها بالتفصيل هو عملها ازاي. يعني لو عايزين يعني لو بصينا عليها كده خلينا الاول نشوف الدي سي او بتاعه عباره عن ايه. الدي سي او بتاعه عباره عن رينج اوسيليتور بالمنظر ده، يعني 3 ستيج ديفرنشال رينج اوسيليتور خلاص. بيتحكم ازاي في الفريكوينسي اوف اوسيليشن بتاعته؟ من الريزيستور نتورك اللي هو موصلها من السبلاي بورت لحد الفي دي دي. يعني هو مش بيبايس الرينج من الفي دي على طول، لا حاطط البروجرامبل ريزيستور اري خلاص اللي هو النقط دي. تخيل النقط دي كلها عباره عن ايه؟ كلها عباره عن سويتشات بتتحكم في قيمه الريزيستور اللي الدي سي او ده هيشوفها من النود دي لحد السبلاي. فكل ما بيكبر الريزيستور دي بيقلل الفريكوانسي بتاعت الايه؟ الدي سي او. طب امال التعقيد ده كله في ايه بقى؟ ايه يعني التعقيد ده كله في ايه؟ السيل دي عباره عن ايه؟ عباره عن حاجه بالمنظر ده خلاص. سويتش منهم بياكت از ريزيستور الكونستانت ده، والسويتش الثاني بيتحكم هو اون ولا اوف خلاص. وبيتحكم بقى بالكنترول، يعني هو مدخل ايه؟ رو كنترول خلاص، ومدخل اكولوم كنترول. يعني لو بصينا يعني لو خدنا اي سيل من دول هتلاقي السيل فيها الريزيستور وفيها السويتش معاها خلاص. السويتش مين اللي بيتحكم فيه؟ بيتحكم فيه سم لوجيك جيت. اللوجيك جيت دي اللي هي الاور اند انفر دي بيتحكم فيها الرو والكولوم خلاص. ليه كل التعقيد ده اللي هو عمله؟ تعالوا بس نبص هنا. عشان هو عايز يضمن انه هو ماشي في الكود. يعني خلي بالك احنا اتفقنا هو هيقسم الكود بتاعته
لكود تتحكم في الكولوم هتمشيه من هنا لهنا، وكود تتحكم في الرو هتمشيه من 4 ل 5 مثلا. خلاص، فهو عايز يضمن ان ومثلا افترض ان هي لما تبقى فاضيه يبقى الايه السيل دي اوف، ريزيستور دي اوف، لما تبقى مليانه السيل يبقى معناها ايه ان السيل دي اون، فالريزيستور دي هتخش سواء بقى ان سيريس او ان بارالل بحيث تزود لك الاي ار او تقلل لك الار. لكن الفكره كلها في ايه؟ الفكره كلها ان هو عايز مع الكود كل ما انكريمنت يا يزود سيل يا ينقص سيل، مش عايز ايه يطفي رو ويشغل كولوم او يطفي رو ويشغل رو عشان ما يحصلش sudden transition يعني. خلاص، طيب فهو اللوجيك ده كله يعني اللوجيك اللي هو عامله هنا ده مخلي اللوجيك بتاع الايفن رول غير اللوجيك بتاع الاود رول. ليه؟ السبب في ايه؟ السبب ان هو تعال نفترض انت على ايفن رو اللي هو رو 4 وقاعد تزود يعني ال ايه اللوب عماله تزود لك الكولوم، فانت قاعد تزود فالريزستور عماله يحصل لها ايه؟ بتزيد مونوتونيك خلاص او بتقل حسب هي ماشيه سيريس ولا بارالل. خلاص، فده ايه؟ فده اللي بيحصل لو انت ماشي على ايه؟ على ايفن رو. طب لحد ما ايه تملى اخر واحد يبقى ده اتملى اهو، تمام. طيب لما تيجي بقى تملى اللي بعده ايه اللي بيحصل؟ ها، لما تيجي يعني انت ايه، انت الكود 158 جاب لك ده، الكود اللي بعده 159 فتح السيل دي، الكود اللي بعده 160 انت رايح لايه؟ رايح لاود سوري رايح لايه؟ رايح لاود رو اللي هو هتبدا تملى في الرو رقم 5. خلاص، فبيعمل ايه؟ عمل ايه من هنا لهنا؟ ففتح دي او يعني دخل دي معاه، تمام. النقطه اللي بعدها بدا يدخل السيل اللي بعدها والسيل اللي بعدها والسيل اللي بعدها وهكذا. فهي الفكره كلها ان هو بس ايه يمشي مونوتونيك ويقللهم مونوتونيك يعني هو شارحها باستفاضه في البيبر يعني. لو رجعت لللوجيك ده هتلاقيه المفروض ان هو بينفذ يعني الايه الطريقه اللي هو بيعمل بيها الامبلمنتيشن ده. طيب اخر بس مثال نبص عليه، هي حاجه الاوبتيكال عشان كده يعني قلت ايه نتكلم برضو فيها عشان يبقى شفنا حاجات الديفرنت ابلكيشنز. دي برضو جورنال اوف سوليد ستيت في 2015، 26 جيجا بت بير سكند اوبتيكال ريسيفر باول ديجيتال سي دي ار. قبل معلش في حاجه بس انا نسيت اقولها عشان هي هتبقى ريليفنت للبروجكت بتاعكم، لازم اقولها هنا سريعا بس. الحته الصغيره اللي هنا دي ما اتكلمناش عليها، ايه الحته الصغيره اللي هنا دي؟ دي ال FLL بتاعته. ايه هي؟ ايه وظيفتها؟ داخلها ريفرنس كلوك، صح. هو عايز يعمل فريكوانسي لوكينج قبل ما ايه ما يشغل الفيز لوكينج لوب، فبيستفيد بنفس الانتجريتور بس بيدخل عليه مين؟ الاوتبوت اللي جاي له من الفريكوانسي ديتكتور. فبيبني دايره، هوريها لكم في السلايد اللي جايه، بتعمل فريكوانسي ديتكشن ديجيتال وانتجريت الكود على مين؟ على نفس الاكيوميليتر اللي هو بيكنترول نفس الايه؟ الدي سي او. طب اول ما يوصل لللوك ديتكشن والفريكوانسي لوك المالتيبلكسر ده يعمل ايه؟ يفصل الاف ال ال ويرجع على مين؟ على البي ال ال على السي دي ار اللي فوق. اللي هو فاكر مش احنا كان عندنا تو لوبس، فريكوانسي لوب وفيز لوب، هي دي بالظبط. كان اللي فوق دي هي ال سي دي ار لوب، واللي تحت دي هي الاف ال ال لوب، دي بتراك الفريكوانسي ايرور. خلاص، هوريكم ازاي في السلايدز اللي جايه. بس الميزه ايه؟ الميزه ان هو بيأكيوميليت على مين؟ على نفس الأكيوميليتر. فلما يعمل السويتش مفيش هنا جلتشز بقى، ده مش انالوج ده ديجيتال. من الفريكونسي لوب. لا لا، دي مالهاش علاقه، دي مالهاش علاقه. انا انت بتلاحظ حاجه ثانيه، دي الفريكونسي ديتكتور ده انا ما وريتكش هو هيعمله ازاي من جوه. الفريكونسي ديتكتور دي انا اتكلم عليها في السلايد اللي جايه، دي سيركت ديجيتال هتقارن الفريكونسي بتاعت الريفرنس خلاص بالفريكونسي بتاعت الدي سي او ده، تمام.
هي مش مرسومه هنا يعني. اديني واحده اشرح لك هي معموله ازاي وبناء عليها هتغير الكنترول فولتج بتاع مين بتاع الدي سي او لحد ما الدايره دي هتفهم ان حصل لوك هي هتروح تقلب المالتيبلكس. اديني واحده هوريك معموله ازاي. خلاص طيب يعني خلينا بس نخلص ده سريعا بقى كده بقى نرجع لدايره الفريكوانسي اكوزيشن لان هو شارحها الحقيقه في البيبر دي برضه. فبرضه السي دي ار دي يعني مش لازم نتكلم كتير على الاركتكتشر. هي برضه تي اي اي لان ده اوبتيكال وراها سنجل تو ديفرنشال وراها ليميتنج امبليفاير عنده اوفست كوركشن لوب نفس الكلام اللي اتكلمنا عليه في الليميتنج امبليفاير بس حاطط بافرز باندكتيف بيكينج عشان يعرف يدرايف الايه السامبلرز بتاعته عند الفريكوانسي دي اللي هي 26 جيجا بت بير سكند. طيب خد الاوتبوت هنا هو شغال برضو بايه فور فيز كلوكس عمل دي مالتيبلكسنج من 2 ل 64 خلاص لان هو برضو شغال هنا شكله شغال برضو هاف ريت هنا خلاص. خد الداتا اوتبوت والادج اوتبوت اللي هو الداتا والادج 64 بت في البارالل دومين دخلهم على الفول ديجيتال سي دي ار بتاعته داخل له برضو الريفرنس كلوك خلاص وبيدخل لها ايه الديفايدد باي 16 و2 من الايه من ال سي في سي او اللي هي ايكوفالنت ل 64 لان هو ده اصلا مقسوم على ايه مقسوم على 2 عشان كده هو مدخل هنا الاربعه فيزز تمام. طيب بيعمل بقى ازاي في الديجيتال الفيز ديتكشن خلاص اهو مش هو داخل له 64 ايدج سامبل و64 داتا سامبل هيدخلهم على نفس الاكس اورز اللي احنا بنعملها في الهاي سبيد بس بعملها فين في الديجيتال دومين بس ال64 هيجمعهم الاول فهيجمع هيبقى عنده 64 اب و64 داون سيجنال هيجمعهم هيجيب له ايه الصم بتاع الداون والصم بتاع الاب يطرحهم من بعض جاب الايه جاب الايرور. طب جاب الايرور هيدخله على مين على هيضربه بقى في اي هيضربه هيجمعه على الانتجرال جين. الانتجرال جين ده اللي هو ممكن يجيله من الفريكوانسي لوك لوب ويدخله على الايه على الاكيوميليتور بتاعه فده الديجيتال لوب فلتر بتاعه. الاوتبوت بتاعه 10 بت ده هيروح يكنترول بعد كده الايه ال سي في سي او. هو هنا كان عامل كوادريتشر كوبلد ال سي في سي او وكان الفاراكتورز دي بيتحكم فيها بالايه بال 10 بت بتاعته. كان عامل اثنين اب وداون سيجنالز انا مش فاكر هو رسمهم بس في السلايد اللي فاتت ولا لا اللي هم اللي جاي اللي هم دول. عامل هنا هاي سبيد فيز ديتكشن لوجيك اللي هو شبه البروبورشنال باث السريع اللي في البيبر اللي فاتت ده داخل يكنترول مين على طول ده داخل يكنترول ال سي في سي او على طول اللي هم التو بت دول. فدول كان دول اللي جايين من البروبورشنال باث والتانيين اللي جايين منين بالانتجرال باث اللي تحت. طب واخر انبوت للفي سي او ده بس تيوننج عشان يغير الايه الفريكوانسي اوف اوبريشن بتاعته لو عايز يشتغل عند الديتري بعيده قوي عن بعض فيقدر يشفت الاوسيليشن فريكوانسي بتاعت الايه الدي سي او بتاعه. طيب عمل بقى ازاي حته الفريكوانسي الفريكوانسي اكوزيشن في البيبرز دي هي دي الستيت ماشين اللي كنت بقول لك عليها من شويه ان هو ازاي يعرف يعمل الفريكوانسي لوك لوب في الديجيتال بطريقه سهله. اسهل طريقه دي مشروحه في البيبر دي مشروحه في جنرال ستيت في 2011 عملها ازاي. قال لك انت ممكن تاخد الاوتبوت بتاع الدي سي او بتاعك وتدخله على الديفايدر اللي هو الديفايد باي 2 ان ده خلاص فده الدي سي او كلوك ودي الريفرنس كلوك خلاص. فخد الدي سي او كلوك قسمها على ايه على 2 ان فبقت دي طولها ان ودي طولها ايه ان صح. بيعمل ايه بقى الديجيتال سيت ماشين دي بتعمل ايه الديجيتال سيت ماشين دي لو وصلت لو يعني مشيت وراها هتلاقيها بتبص على بتقعد تعد الريفرنس كلوك بالسز طول ما الاي دي سي ده بصفر خلاص. فيعمل ايه فيقعد يعد البالسز هو مفروض يوصل لكام لو هما لوكت في الفريكوانسي يعني لو تي دي سي او بتساوي التي ريفرنس طبعا بالسكيل فاكتور يعني لو ان
يعني لو ايه انت دلوقتي عايز تلوك مين، انت عايز تلوك الدي سي او فريكوانسي للايه للريفرنس فريكوانسي بتاعتك صح. فانت المفروض تعد هنا كام بلس، لو انت بتعد بالريفرنس كلوك تعد ان بلسز صح. فانت هتقعد تعد بالكاونتر وتقارن في النهايه، لو وصلت اقل من ان لا يبقى الفريكوانسي محتاجه ايه تتغير شويه، لو وصلت اكتر يبقى ايه تغيرها العكس. هي دي بالظبط فكره الايه الستيت ماشين اللي هو عاملها يعني. تمام، فهي الستيت ماشين دي بتطلع بتاخد الايرور وتجمعه على ايه، يعني كل مره بياخد الايرور ده بيبدا بانتجرال وورد بصفر في الاول، بينيشلايز انتجرال وورد بزيرو، وكل مره ياخد الايرور ويجمعه على الانتجرال وورد بحيث يقعد ياكيوميليت على الايه على الفاراكتور بتاعه سوري على الاكيوميليتور بتاعه لحد ما يوصل للفريكوانسي لوك بتاعه. تمام، هتلاقوا يعني التفاصيل برضو بتاعتها مشروحه في الايه في البيبر دي يعني. بس كده احنا ايه خلصنا كل الاركتكتشرز كنا عايزين نتكلم عليها. انا ان شاء الله هبعت لكم الاساينمنت الاخير، يعني ان شاء الله تعملوا حاجه شبه دي كده، لان هو هيبقى اول ديجيتال، هيبقى اول ديجيتال سي دي ار، هيبقى في جزء في سيميلينك هتعملوه جزء بتاع سيميلينك، وفي جزء في كيدنس، الجزء بتاع كيدنس طبعا يعني ايه مش هيبقى انكلودنج بقى الجزء الديجيتال، لان يعني عشان تعملوا مع بعض محتاجين بقى ايه اي ام اس سيميليشن، فهتبقى صعبه يعني. فهحاول ابارتيشن الدنيا بحيث الجزء اللي فيه الديجيتال يبقى يجي سيميليتد في كيدنس في سيميلينك قصدي، والجزء الثاني بتاع كيدنس يبقى فيه الايه الانالوج سيركت بس. خليني بس اوريكم كده سامبل سريعه من الشكل المفروض يبقى شكلها عامله ازاي. انت المفروض السي دي ار في الاخر في سيميلينك يبقى عندك بلوك كده للفيز ديتكتور وبلوك لوب فلتر، بس المثال ده على ايه على انالوج سي دي ار. خلاص انت تعمله نفس الشكل ده بس هيبقى ديجيتال ايه ديجيتال سي دي ار. فالسيميليشن انفايرمنت بتاعتك المفروض يبقى عندك حاجه تموديل الترانسميتر في سي او اللي بيجنريت الكلوك اللي هتروح تبعت الداتا. تمام، والكلوك دي بتروح لايه لبلوك كده اسمه لينير فيدباك شيفت ريجستر اللي هو هيجنريت الراندوم سيكونس اللي هيخش للسي دي ار بتاعتك. تمام، طب بعد كده هتاخد الاوتبوت ده هيخش على طول يعني البلوك الناحيه اليمين دي هي السي دي ار بقى بتاعتك. خلاص هتاخد ده هتدخله على الفيز ديتكتور بتاعك. انا جاي هنا انا فارض ان انا عامل ايه كل حاجه في الانالوج يعني. تمام، وبعد كده اللوب فلتر، بعد كده موديل للفي سي او، وبعد كده تقفل اللوب. خلاص الفكره بس ايه في بعض البلوكس بتحتاجها ساعات في الديزاين بتاع السي دي ار زي البلوك ده عشان انت تعرف تمونيتور الفيز ايرور وتشوف اللوب بتلوك صح ولا لا. ففي بلوك كده هوريكم بتعملوا له ديزاين ازاي لان هتحتاجوه يقيس، بس الغرض منه هو مش ريل بلوك في السيركت، هو بلوك بس عشان تعرف السيستم سيميليشن دي شغاله صح ولا لا. بيقيس العلاقه بين الريكفرد كلوك بتاعتك والايه والديتا ويقول لك الفيز ايرور بقى بكذا فتعرف اللوب بتلوك ولا لا. تمام، فده شكل مثلا موديل بتاع الفي سي او بتاع الترانسميتر. انت بتجنريت ايه بتاخد 2 باي اف في سي او في التي اس اللي هي السامبلنج تايم اللي انت بتسيميليت بيه السيميلينج، وكل مره تدخله تعمل له ايه اكيوميليشن عشان كل سيميليشن تايم يجمع ايه دلتا فاي. فكان ده الفيز رامب بتاع مين بتاع الفي سي او بتاع الترانسميتر. خلاص، بس طبعا عشان الاكيورسي بتاع السيميليشن ما ينفعش تسيبه يرام في الملا نهايه، لازم اعمل له ايه هنا موديولو فانكشن موديولو مع 2 باي عشان كل 2 باي يرست لصفر، كل 2 باي يرست لصفر. تمام، طيب بعد كده ده اللي هتدخله على ساين فانكشن، فيبقى ده يطلع لك هنا ايه على طول ده يطلع لك التي كلوك اللي انت هترانسميت بيها الداتا. طب ايه ميزه ان انا موديل الترانسميتر في سي او بالطريقه دي؟ ان انا لو عايز انجكت الساينوسويدال جيتر عشان اعرف اعمل جيتر تولرنس سيميليشن انجكت الجيتر فين؟ قبل الساين ولا بعد الساين؟ قبل الساين، لان ده الفيز بتاعي النقطه دي هي الفيز. يبقى انا هانجكت هنا الساينوسويدال بقى جيتر اللي انا عايزه، اتحكم هنا في الامبليتيود بتاع الجيتر وفي الايه في الفريكوانسي بتاع الجيتر. فدي من الطرق السهله قوي انك تديزاين الحاجات دي في الاستوديو. طبعا ده اسهل بلوك، ده البي ار بي اس جنريتر، ده عباره عن مس ايديال فيل فلوب كده في سيميلينج متوصله بالاكس اور في الايه في الفيدباك. هتدي لها كلوك منين؟ من الايه التي اكس اوسيليتور اللي انت عملت له ديزاين. خلاص، طيب
ده هيبقى الجزء السهل ده الفيز ديتكتور. الفيز ديتكتور هنا انا رسمه على ان هو على اساس ان هو الكسندر فيز ديتكتور فول ريت داخل له الداتا وبتسامبل الداتا بكلوك واعمل الاكس اور. فده بالظبط هتلاقيه نفس اللي احنا اتكلمنا عليه ما فيهوش حاجه مختلفه يعني. تمام هنا ده كان انالوج لوب فلتر. فكل اللي انا بعمله ان انا باخد الاب داون بالسز اعمل ايه اطرحهم من بعض واضربهم في اي تشارج بامب واضربهم في ترانسفير فانكشن بتاعه الايه اللوب فلتر بتاعي. بس اجين ده الانالوج خلاص انتوا هتعملوها بعد كده في الايه بالديجيتال يعني. اخر بلوك في السي دي ار هو مين؟ هو الفي سي او. الفي سي او بتاعك هتموديل الفي سي او ازاي؟ نفس الطريقه اللي عملناها هناك خلاص بتاعه الترانسميتر. بس في فرق واحد ان هو فولتج كنترول. الثاني كان كونستنت صح. الثاني كنت فرض ان هو بيرن عند حاجه اسمها اف في سي او ثابته. لا ده لازم ادخل انبوت زياده. فهنا هيبقى ده نفسه هو 2 باي اف في سي او تي اس اللي هي هتقعد تزيد كل تي اس في السيميليشن. بس هزود بورت زياده فيه عشان يبقى ده الكنترول بورت بتاع الفي سي او. ويبقى هضرب الفيز في ايه 2 باي كي في سي او في ايه في تي اس اللي هي تايم ستيب بتاعته. طبعا مهم قوي في السيميلينج بقى ان انت تظبط التايم ستيب انها تبقى كونستنت عشان الكلام ده يبقى صح. ما تسيبوش هو يغير التايم ستيب في السيميليشن بتاعه. بس بعد كده ده الاوتبوت بتاع الفي سي او. خد بقى الساين وخد ساين بلس باي لو انت عايز تديزاين تطلع كلوك 0 والكلوك ايه 180. عايز تطلع كلوك 90 ممكن تطلع كل الكلوكس اللي انت عايزها من الفي سي او كور بتاعك يعني. خلاص اخر بلوك بس ده اللي قلت لكم بيبقى مفيد عشان تشوف الفيز ايرور تقيسه. فده الحقيقه هو السبب ان انا طلعت من الفي سي او حاجه وهميه ملهاش وجود اسمها الكلوك 90. خلاص ليه جبت الكلوك 90؟ لان انا عايز اشوف اقيس الفيز ايرور. خلاص فعملت ايه؟ فعملت سيستم كده افتراضي يروح يسامبل الداتا بكلوك. فاكرين موضوع الفيز ديتكشن اللي كنا بنتكلم عليه الباينري او البانج بانج الاولاني؟ هو ده شبهه بس ده انالوج مش ديجيتال لان هو حاجه افتراضيه بس. فهسامبل مين بمين؟ هسامبل الكلوك بالديتا. خلاص بس الظريف في الموضوع ان الكلوك انا مطلعها من الفي سي او مش سكوير ويف مطلعها ايه ساينوسويدال. فهل اعرف اجيب الفيز ولا لا يعني لو الكلوك عامله كده؟ خلاص وانا جيت بسامبل الديتا بالكلوك مش لو قست السامبل دي وخدت الساين انفرس اعرف احسب الفيز شيفت ولا لا؟ اعرف احسب الفيز شيفت. فهي دي بس فكره البلوك ده ان انا كل اللي انا عملته ان انا خدت الداتا بس خدت التو ايدجز عشان ما افوتش اي ايدج وعملت سامبلنج لوك كلوك وخدت ايه الساين او كوساين انفرس على حسب بقى ايه العلاقه بينهم ايه تمام وضربتها بس في واحد على 2 باي والماجنتيود. فيبقى الاوتبوت بتاع البلوك ده هو بلوك بس وهمي انا بحطه في سيميلينك عشان يقيس لي الايه الفيز ايرور. فلما اجي بقى سيميليت طبعا هي مش الرسمتين دول مش باينين المفروض واحده منهم الداتا والثانيه كلوك. بس دي الرسمه الاخيره دي هي الفيز ايرور مع التايم. الفيز ايرور بقى اللي احنا عملناه لما تبص عليها هتلاقيه بقى هنا السي دي ار لسه عماله ايه لسه مش لوكت صح بدات تلوك ووصلت لحد ما وصل الفيز ايرور بقى هنا بقى بايه بقى بصفر. يبقى كده انت خلاص عرفت ان السي دي ار بتاعتك ايه لوكت. لو عملت بقى زوم ان فوق على علاقه الكلوك بالديتا هتلاقي فعلا ايه اتسنطرت في النص معاك مظبوط تمام. فهو الجزء ده انتوا هتعملوا حاجه زي ما بقول لكم شبهه بس هتبقى باركتكتشر بقى ايه مختلفه يعني مش هتبقى بالانالوج لوب فلتر ده هنعملها بحاجه شبه الايه ديجيتال لوب فلترز اللي كنا بنتكلم عليها في الايه في اخر كام سلايد تمام. طيب في اي اسئله؟ احنا كده خلصنا تمام. احنا اتفقنا ان شاء الله البروجكت اللي هديه لكم ان شاء الله ابعته النهارده يعني ده يبقى هو كانه هو تيك هوم اكزام. فده يبقى الجزء اللي فاضل في الامتحان بقى بتاع اخر السنه ان شاء الله. فهيبقى اوبن بوك وانتوا هتيجوا تنقلوه تمام. فاهمين يعني مش محتاج اوضح يعني اكتر من كده يعني لان انا هحط الدرجه في الفاينل طبعا مش هحط الدرجه في اعمال السنه يعني. خلاص والجزء الباقي بقى هيبقى الجزء بتاع دكتور مبارك بقى هو اعتقد هيحط في الامتحان عادي يعني او لو هو اتفق معاك ولا حاجه تانية ماشي. طيب توفيق ان شاء الله. ماشي شكرا.